بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الضرب تحت الحزام وإلى الشامتين كما قال عماد النحاس أو الكابتن عماد النحاس، ده تمامكم إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة وحلقة الخميس وكشف الكثير من محاولات الضرب تحت الحزام زي ما قال المهندس عدلي، لكن أعتقد مع مضي الوقت ومع تكشف خيوط هذه الألعاب بدأت تتضح الكثير من الحقائق، كما بدأت تظهر أيضا الكثير من ملامح التفاؤل حول مستقبل الأهلي القريب والبعيد يا باشمهندس. بص يا أستاذ إبراهيم، لما كنا بنقول جمهوره ده حماه والأهلي ملوش اللي جماهيره، كنا عارفين بنقول إيه. أيوه. وكنا متوقعين هذه الهجمة الشرسة مع أول وعكة أو أول كبوة، ونعلم من من الداخل ومن من الخارج. ولذلك علينا جميعا أن نصطف محبي النادي الأهلي ومشجعيه الحقيقيين وولادنا. ولادنا اللي هم أملنا دلوقتي وأمل النادي الأهلي، مش وقته حتى اللي زعلان من حد واللي واخد أعلى خطره من حد. وانا اول واحد مش زعلان من حد ومش هرد على حد، وكل اللي يحصل ويتقال ما احناش فاضيين. لا نملك طرف الغضب، لا نملك طرف الزعل، نملك فقط العمل، والعمل كل واحد فينا واولنا اعلامنا وجماهيرنا. هو ده الوقت اللي الاهلي محتاجنا فيه جميعا، فلننسى انفسنا ولنضع الاهلي فوق الجميع قولا وفعلا وعملا. جمهور ده حماه، ده ان شاء الله اللي يتاكد واللي يتحقق، لانه اذا كانت كبوه واذا كانت هزه واذا كانت جمله اعتراضيه حدثت، فاعتقد كل ما يبذل من جهد يؤكد ان الاهلي يسير وبقوه في اتجاه الخروج من هذه الكبوه سريعا ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة اجتمع مع مؤمن زكريا نجم الفريق للاتفاق على تجديد عقده، وقال سيد عبد الحفيظ انه في تلاقي تام بينه وبين مؤمن، وفي اتفاق بين كل الاطراف على ضرورة بقاء لاعب مهم في النادي الاهلي، عنده الرغبة ان يظل في ناديه. وبالتالي قال الكابتن سيد عبد الحفيظ انه بصدد تجديد عقد مؤمن بعد الانتهاء من مباراة بتروجيت اللي هتكون مساء السبت ان شاء الله. بص يا استاذ ابراهيم، الكابتن مؤمن كان في جلسه، واعتقد ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا سيتولى موضوع صالح جمعه، كابتن صالح جمعه، وهو قادر على حل الموضوعين، ودول اضافات قويه، وباذن الله الاهلي كلنا حاطين ايدنا في ايد بعض، كلنا ناسين بعض، كلنا ولا بقول كلنا، كل اولئك الذين عشقوا الاهلي وتربوا وترعرعوا وخدوا من خيره سمعه و و و و و وطرف ودلع وكل حاجه، لا نستثني انفسنا له، في رقابنا جميل هائل تحت اي ظرف من الظروف سنؤديه وبكل الاخلاص. يمكن زميلنا الأستاذ محمود المخبازي في الإعداد دلوقتي بيقول لي حالا مؤمن زكريا مشاير صورة له على تويتر وهو مع مدرب الأحمال في النادي الأهلي حسين عبد الدايم، وكاتب قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله. إن شاء الله. حاطط صورتين لتدريباته البدنية مع حسين عبد الدايم، وده زي ما قلت لكم بداية أجواء الإنفراجة. معرفش ده كواليس ولا مش كواليس، لو قلت لكم من حوالي 3-4 اسابيع تقريبا قبل ماتش الترجي كنا ناقشنا موضوع مؤمن وتجديد عقده، وبعد الحلقه تواصل معايا وانا عارف ان مؤمن علاقته بالاهلي من وهو طفل، لانه تقريبا سافرنا مع بعض كان هو لسه يدوب في مدرسه الكوره 10 سنين تقريبا، هو والجيل بتاعه كانوا مشاركين في دوره في فرنسا، ومن وقتها انا عارف علاقته بالنادي الاهلي وارتباطه بالاهلي. حصل اللي حصل وسافر وأعير ورجع، إذا كان فيه بعض الظروف في الفترة اللي فاتت، لكن أعتقد جلوس الكابتن سيد عبد الحفيظ معاه واهتمامه ببقاء مؤمن في صفوف الأهلي زاد كثيرا من
تدعيم قوة الفريق، خاصة أنه مسجل وخاصة أنه عنده من الخبرات لا ينقصه إلا بعض التدريبات البدنية اللي بدأ بيأديها، لدرجة أنه البعض تحدث أنه مؤمن ممكن يبقى جاهز لمباراة بتروجيت. لكن في الأول وفي الآخر الأمور كلها متروكة للمدير الفني الكابتن محمد يوسف. أنا قابلته بالأمس في النادي الأهلي، ويعني حسيت منه قد ايه هو طواق يخلص بقى وعايز بقى يركز في استعادة مستواه. أيضا من يمكن الأخبار المبشرة لجمهور الأهلي أن وليد أزارو نجم الهجوم وهدافه قام بتدريبات اليوم كاملة وبشكل طبيعي بعد تخلصه من ورم في وش الرجل، وبقى جاهز للمشاركة في المباريات القادمة، ممكن يكون في الصورة في مباراة بتروجيت إذا ما رأى الكابتن محمد يوسف هذا. عارفين أنه أزارو غاب عن ماتش المقاولين لهذه الإصابة. يغيب صلاح محسن، لكن عودة أزارو هي عودة مهمة وقوية ويحتاج الفريق جدا جدا جدا. صلاح محسن انضم لمستشفى الأهلي لأنه أصيب في المباراة الأخيرة بتمزق من الدرجة الثانية، حسب ما الأشعة بينت تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضمة، هيحتاج لخمس أسابيع إن شاء الله يرجع بالسلامة. لكن عمرو السولية الحمد لله شفي تماما وبدأ دخول تدريبات الكرة الجماعية مع الفريق ويكون جاهز للمرحلة اللي جاية. للحقيقة لو قلت لكم تواريخ الماتشات المضغوطة اللي جاية هتتخضوا. الأهلي هيلعب مع بتروجيت يوم السبت اللي هو يوم 1، بعد كده هيلعب يوم 5 وهيلعب يوم 9 ويلعب يوم 14 ويلعب 17 ويلعب 21 ويلعب 26 ويلعب يوم 30. دول على التوالي، يعني من 1 لغاية 30 الأهلي عنده 2 4 6 8 مباريات خلال شهر ديسمبر. جدول مضغوط جدا. وهنا الحقيقة يعني جملة بس، لأنه البعض لما بيتكلم على أنه ما احنا أجلنا له مباريات، وأنتوا لما أجلتوا مباريات للأهلي ما كانتش منحة، ما كانش بيتفسح. يعني مش أجلتها له عشان يروح يعمل جولة في أوروبا يتفسح فيها، يعني بالظبط هو كان بيلعب ماتشات مضغوطة برضه، بيلعب ويسافر أفريقيا ويمثل مصر ويلعب عرب ويلعب أفريقي، فبالتالي التأجيل ده كان اضطراري نظرا لسفره. لو كان ينفع يلعب الاهلي مع بتروجيت وهو موجود في تونس كنتوا اعملوها، لكن ان انا اخوض مباريات رسميه بمثل فيها البلد وبدافع فيها عن الكره المصريه وبمثل فيها نفسي برضو كارتباط رسمي بوصفي بطل، تكون النتيجه ان انا اتعاقب محليا بجدول مضغوط ونظام ما احنا اجلنا لك، كما لو كان ده من الضمان الاجتماعي. ولما الناس تتكلم ما انتوا اجلتوا له برضو، التعامل مع فكرة تأجيل المباريات على أنها كانت منحة لإراحة الأهلي ما كانتش إراحة الأهلي، كان بيسافر وبيلعب. فبالتالي أعتقد هذا التعامل غير الأدمي مع جدول المباريات المضغوط نتائجه اللي أنتوا شايفينها، كل مباراة هتلاقوا فيه إصابات بوصف هذا الضغط الشديد في المباريات والمجهود الكتير في فترة قصيرة يا باشمهندس. يعني حتى الفترة دي اللي بيقولوا التأجيلات، عد عدد الماتشات اللي لعبها كل فرقه، الاهلي لعب اكتر منها. يقال دلوقتي في ودني انهم 4 ماتشات. اكتر من اي فريق لعب حتى من يعني شوف هم اجلوا لنا، بس الاهلي لعب 4 ماتشات زياده عن اي فرقه. مؤمن زكريا مع حسين عبد الدايم اخصائي التاهيل البدني النهارده، وقال مؤمن قادم بقوه معاك يا اهلي، ده اللي الاهلي محتاجه الفتره ديت، مزيد من انكار الذات ومزيد من الرجوله بقى، علشان يبقى كل لاعب مطلع بمسؤولياته. يعني احنا ناخد بالاسباب ونسيب ربنا يوفقنا باذن الله. بالظبط ناخد بالاسباب. زي ما اشار المهندس عدلي صالح جمعه كمان صانع الالعاب، بدا تنفيذ برنامج تاهيلي لتجهيزه للفتره اللي جايه، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قعد معاه للاتفاق على طبيعه المرحله اللي جايه وتفاصيل موقفه وعلاقته. انتوا عارفين ان صالح جمعه اولا مرتبط تعاقديا مع الاهلي بعد ما رجع من عقد الإعارة للفيصل السعودي، أصبح في انتظار القيد الثاني في يناير بإذن الله. احنا قلنا خبر شفاء السلية الحمد لله. الحمد لله. برضو يمكن من الحاجات الإيجابية اللي بدأ الترتيب ليها التفكير الجدي في مسألة متحف الأهلي.
والمهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة قال إنه ملعب مختار التتش هو اللي يحتضن متحف الأهلي الجديد، وقام بصحبته الدكتور حمد سطوحي استشاري المتاحف والمهندس أحمد حسام عوض مقرر لجنة الشباب بالنادي في معاينة لموقع المتحف في ملعب مختار التتش وتحديد الرؤية الخاصة بالموقع الخاص به. وقال محمد سراج إنه ده هيكون واحد من المتاحف الكبيرة على غرار متاحف ريال مدريد وبرشلونة. هو راح وعمل جولة تفقدية وعنده دراسة سابقة وعنده المادة الخام اللي مش موجودة في نادي تاني. يعني انت لما تبقى النادي الذي ينافس ريال مدريد في عدد البطولات انت عارف يعني ايه دولاب بطولاتك فيه ايه. ده في حاجات كنوز مش موجودة على اي اعمل متحف هيبقى قبلة الزائرين، ويجب ان نسوق انه احد معالم مصر النهارده النادي الاهلي ده في الحته دي لما يحتضنوا برج القاهره انه يبقى في المكان ده مجاور للبرج ليها كمان لازم تسوق للسواح بالظبط، لازم تسوق على مستوى المدارس لازم تسوق على مستوى الجامعات، انت تعمل فيه بانوراما في الادوار بتاعته يتفرج على النادي وعلى ملعب مختار التتش وهو قاعد في مليون طريقه وفي حاجه على مستوى الكالتشراما اللي موجوده في القريه الذكيه بتاعت مصر مصر هتخش كده وتلاقي 9 شاشات ليهم علاقه ببعض، تاريخ مصر بتعرض عليهم، الشوارب بيعرض لك جانب من لا ده مش متحف، دي فاترينا، دي فاترينا يعني دي واحد عالمية مما من اللي موجود في المخازن طبعا واحد 100 ايه ده يمكن 1500 انا شفت 3 اوض مكدسين محتاج هذا المتحف ويحكي قصه كل كاس. لما تخش اوضه مدير النادي حد بس يصورها والكاسات اللي فيها والتحف وقاعه كمال بيه حافظ لا عندك في كل مكان تقدر انما هو التوثيق انك انت قصه كل ودي اللي كنا ابتديناها لو تذكر عايزين نكملها، يعني عايزين نتفق مع المهندس محمد سراج ان احنا نوثق له على الهوا برضو كده القصص المثيره للجوائز بتاعه النادي الاهلي. ده الماضي يا جماعه، ده الماضي وده التاريخ، وليكم ان انتم تفخروا بانه النادي الاهلي عنده هذه القيمه الحضاريه الكبيره، لانه اللي ملوش تاريخ واللي ملوش ماضي لا له حاضر ولا يعرف يستشرف اي مستقبل. عشان كده واحنا بنتكلم على الماضي باصين منه للمستقبل. دولاب البطولات اللي بيحكي سر عظمه هذا النادي من خلاله بتبدا تبص على وضع الكره الحالي مثلا، لازم أن يتناسب ويتوافق ويتسق مع هذه القيمة الكبيرة. لازم الناشئين في المستقبل يكون عندهم نفس الإعداد ونفس التأهيل أن هم يعبروا عن هذا النادي. أنا عشان عندي وجهة نظر وقلتها أكتر من مرة حتى أمام يعني المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي منذ حقب يعني منذ فترات، مش حقب ولا حاجة، فترات أن لابد جزء من ثقافة الناشئ انه يعرف تاريخ ناديه، وان اللي يقدم له هذا التاريخ نجوم كرة معتزلين بحجم الكابتن عماد متعب، الكابتن حسام غالي، الكابتن يعني الكباتن عماد النحاس، الكابتن وائل جمعة، الكباتن بركات، الكباتن الكبار ابو تريكة، كل الكباتن اللي ساهمت في مجد الاهلي وعلى قيد الحياة لازم يقعدوا يتكلموا معاهم على قيمة الاهلي وازاي حتى اللي فاتوا القطر وكان بيقصر وندمان على انه ما استغلش الفرصة وهو في الملعب انه يزيد من 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 دولاب او حصيلته في الجواز ان يقدم لنفسه المستوى الواجب. كل هؤلاء هيكونوا ملهمين للناشئين، وهذا جزء من بناء شخصية ناشئ النادي الاهلي. عشان كده يمكن هتلاحظوا النتائج بتاعة فرق الناشئين حاليا ما شاء الله، لو كان في وقت وعرضنا لكم جدول ترتيب كل مسابقه يعني في وقت ده لازم يتعرض هتشوفوا استاذ ابراهيم والنبي اولويه لازم يعرفوا، هنجيب الجداول في الترتيب بس هقول لكم مثلا اهلي باعتبار الرافد المباشر للفريق الاول الذخيره او الذخيره الحيه، فريق شباب الاهلي مواليد 97 اللي بيدربه الكابتن عادل عبد الرحمن هيلعب يوم السبت في الاسبوع ال 12 مع المقصه في الفيوم. شباب الاهلي في هذه المرحله بيتصدر المسابقه عنده 28 نقطه من 10 مباريات، تخيلوا لعب 10 مباريات كسب 9 وتعادل ماتش واحد.
الفريق بيمثل المستقبل القريب جدا للاهلي، بيضم نخبه كبيره من اللعيبه الموهوبه اللي اعتقد قناه الاهلي بتمتعكم بالكثير من مباريات هذا الفريق وبقيه فرق الناشئين، وبرنامج الكابتن اسامه حسني الاشبال ايضا بيتعرض ليها باهتمام. من النجوم المتميزين بخلاف اللي موجودين خلاص في الدرجه الاولى حاليا في عمار حمدي ومصطفى شوبير واحمد حاتم وميشو عماره ومحمد عبد المنعم، معظمهم تم تصعيده للفريق الاول. في عربي بدر لاعب خط وسط واعد جدا هتشوفوه قريب ان شاء الله، وده حتى مش 97 ده تحت السن قوي ومتصعد له. متصعد. وفي كريم يحيى وفي يوسف الجبالي وفي محمد فخري وفي يوسف علاء هداف الفريق عنده 5 اهداف، وفي هشام شعبان عنده 4، وفي كريم يحيى ويوسف الجبالي عنده 3 اهداف. اذا هذا الفريق يتصدر بتفوق. الفريق التالي ليه على طول 19 سنه اللي هم مواليد 99، ده حقق فوز مهم جدا على طلائع الجيش النهارده، كان في الاسبوع ال 14 لبطوله الدوري، لينفرد الاهلي بصداره الترتيب عنده 32 نقطه متفوق على انبي الثاني اللي عنده 25 نقطه، وبيدربه الكابتن مدحت طه اسماعيل، وهدافه ايضا من اللعيبه الواعدين جدا صالح نصر عنده 17 هدف. شوف صالح ده انا اتفرجت عليه. يعني تذكر هذا الاسم. صالح ان شاء الله. ده صالح ونصر. اهلي 2001 بكره هيكون مع سموحه في اسكندريه في بطوله الجمهوريه ايضا مواليد 2001، الاهلي في هذه المرحله ايضا بيتصدر هذه البطوله عنده 40 نقطه قبل طلائع الجيش اللي عنده 35 نقطه. وده الفريق اللي بيدربه الكابتن احمد سراج. اذا المد القريب للاهلي، احنا ليه زي ما بنتكلم على المتحف والقيمه الحضاريه والحفاظ على التاريخ والتراث الاهلاوي الكبير، بنستشرف منه هذه العناصر الصاعده اللي بتمثل المستقبل القريب والبعيد ان شاء الله للنادي الاهلي. عشان تعرف قيمه الفريق ده لما يغيب عنه لاعب موهوب زي شادي. للاصابه بقاله هيقعد اكتر من شهر ونص وهو يحقق النتائج ويعني البديل على نفس الكفاءه، تطمن تماما ان النادي الاهلي كما طالب كل المحللين وكل المحبين للنادي الاهلي، هو امتى الاهلي هيستفيد من قطاع الناشئين؟ قطاع الناشئين دلوقتي اصبح بمثابه المخزون الاستراتيجي القيم جدا الذي يستطيع ان يمد الفريق الاول بالعناصر المهمه. كانت عايزه ظروف تبقى مناسبه شويه عشان لو النتائج كانت مساعده ومريحك كنت هتشوف ناس مهمه جدا موجوده مع الفريق الاول. وان كنت اتوقع ايضا ان من من واقع التالق مع المنتخب الاولمبي ان ممكن نشوف بعض العناصر اللي يعني انا ترددت مع فريق الكره اليومين اللي فاتوا دول، وكابتن سيد كابتن محمد لا بيتكلم كابتن محمد على نماذج رائعة مبشرة جدا جدا يمكن انها تمثل النادي الاهلي بمنتهى الكفاءة، بس ايه في اللحظة المناسبة وباتت قريبة جدا من الجمهور يشوفها بإذن الله. ان شاء الله باتت قريبة جدا من الجمهور يشوفها. الجمهور قضية مهمة جدا للنادي الاهلي، عودة هذه الجماهير لمدرجاتها وللملعب مسألة ايضا شديدة الاهمية، لانه ده سلاح الاهلي وده توقيت حتميه ظهور هذا السلاح مع هذا الفريق اللي بيمثل الجمهور بتاعه الحمى والسند. جمهوره ده حماه، دي كلمه مش من فراغ. عشان كده يمكن العميد محمد امسك لك على واحده بقى. الحمى 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 ده حاجه تانية. الحمى بس هو حماه، جمهوره حماه هنا. ده فعل. ده فعل. حماه يعني سنده فلسفه بقى يعني، انما جمهوره حماه. حماه طبعا. يعني تقدر تنصب وتجر كمان. ننصب. لا مش هننصب ابدا. عمرنا ما هننصب، عمرنا ما هننصب ولا هنجر شكل حد. لا لا لا، هي دعابات بيني وبين ابراهيم يعني، هو عودني، هو اللي الله نبهني ان لازم يبقى فيه دعابات وحاجات. طيب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اكد انه مجلس اداره النادي والاداره التنفيذيه للنادي كله يقف في صف واحد مطالبا باهميه عوده جمهور الاهلي لمدرجاته.
ومساندة فريقه. وده الحقيقة مطلب يمكن لفت نظر كتير من الكتاب، خاصة السادة النقاد الكبار اللي مدركين طبيعة الظرف اللي بيمر بيه فريق الأهلي وحاجة هذا الفريق لهذا الداعم الرئيسي المهم جدا. حتى لو لم يكن هناك ظرف أستاذ إبراهيم، العدل فين؟ كل الناس بتلعب بجماهيرها بدون مشاكل. طب أنا إيه؟ لو المشكلة عندي إجرائية لازم تتحل فورا. بالظبط. يعني لو هي الخلاف إجرائي يبقى عيب إن المشكلة دي تكون قائمة. لكن أنا من كتر ما سمعت تلخيص المشكلة من المسؤولين وخصوصا العميد محمد مرجان، مش شايف إن النادي الأهلي يعني مطلوب منه شيء ما عملوش يعني. فإحنا عايزين لازم، لأن حتى ده في استقرار نفسي شبابنا. ما هو يعني ليه يتحرم من انه يؤازر فرقته في الملعب يعني، والاهلي يتحرم من ده ليه؟ الكابتن عصام عبد المنعم الناقد الرياضي الكبير وواحد من اصحاب الاقلام المؤثره واصحاب حتى الفكر الاداري الرياضي المهم، ده عنده رؤيه طبعا، عنده رؤيه وعنده تجربه وراصد جيد لواقع الحال. كاتب النهارده عمود مهم في الاهرام، رحله السقوط والعوده. هقول لكم العمود كاملا لان الحقيقه جدير بالقراءه. بيقول الكابتن عصام عبد المنعم: الأهلي دخل النفق المظلم منذ فترة طويلة، وما كان ينبغي الانتظار إلى أن يصل التراجع الفني بفريقه الكروي الأول إلى هذا المستوى. وتقدير المتواضع أن المسؤولية عن السقوط يتحملها اللاعبون والإدارة معا، ولذلك فإن المسؤولية عن النهوض والعودة إلى المكانة اللائقة بالكبير المصري والعربي والإفريقي جماعية أيضا، لكن المسؤولية الأولى والدور الأهم هو دور القيادة، وأعني مجلس الإدارة. وبيقول الكابتن عصام عبد المنعم في الجزئية الخاصة بالجمهور: لم أعد أدري حقيقة من هو الطرف الصادق والآخر المغالط في أزمة حضور جماهير الأهلي مبارياته على ملعبه وفقا للقواعد المحددة لجميع الأندية على ملعبها، لكن الأهلي في حاجة لمساندة جماهيره الآن أكثر من أي وقت مضى. ده كلام الكابتن عصام عبد المنعم وهو كابتن الأهلي في نهاية الستينات وبداية السبعينات، بيأكد انه الان اكتر من اي وقت قبل كده الاهلي محتاج جمهور. وبيقول: واثق تماما في ان هذه الجماهير الواعية تدرك جيدا مسؤولياتها عن نجاح مسيرة فريقها بقدر ادراكها مسؤولياتها عن حفظ النظام العام وامن المجتمع. ورأي المتواضع ده الكابتن عصام ان استمرار حرمان الاهلي من مساندة جماهيره في هذه الظروف قرار غير مسؤول، أو على الأقل غير مبرر. ده رأي الكابتن عصام عبد المنعم، وتقريبا هو نفس الرأي في أهمية هذا الدور اللي أشار إليه الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سمير عبد العظيم في جريدة المثال لما تحدث عن كبوة. هشير لسمير عبد العظيم وارجع لك عشان بس نخلص حاجة. لا هو انا مش هقرا سمير، الاستاذ سمير عبد العظيم بيقول لكبوه الاهلي حلول. ايه هي الحلول؟ التفكير الهادئ واللاعب الغيور والجمهور الواعي. هو ايضا يشير الى اهميه الجمهور الواعي. كلها عناصر بتكمل بعض طبعا. وانا مبسوط ان كتابنا الكبار بقى بيشيروا الى حاطين صباحهم على الموضوع بشكل موضوعي جدا. لكن انا موافق، انا كل كلمه كاتبها كابتن عصام ما كنتش هعرف اعبر عنها لاني متفق معاه كلها. هو عبر بتلخيص ورصانه واسلوب رائع جدا جدا، انا موافق على كل كلمه، بس هضيف على انه اصبح قرار غير مبرر. لا غير قرار بالنسبه لي، وقرار غير مفهوم يعني. اتمنى ان يتفهم فين الاشكال الذي يحول دون عوده الجماهير بشكل طبيعي، يتقال ايه المطلوب من الاهلي ولازم يتعمل. بس هو ما عندناش، ولازم الجماهير برضو عشان اذا كان عليها شيء من المسؤوليه تعلن التزامها بكل ما يتفق عليه. خلونا نخلص من الموضوع ده، الاهلي في خطر. خطر ايه؟ مش سيبك من النتائج دي والفرق دي عمليه اجرائيه يمكن بسهوله، معاك الاموال وموجوده البضاعه، بس المهم تكون البضاعه السليمه يعني اللي هي اللعيبه المناسبه هتحل المشاكل دي. لكن أن تحافظ على تراثك وتظل جماهيرك تتناقل هذه القيم والموروثات عشان هو ده حمى النادي الأهلي، ده محتاج عودتها وتلاحمها. ما يحصلش في النص
سقوط وبعدين نبتدي نجيب جماهير ما شافتش وما عاشتش وما توصلتش. الجماهير طواقة جدا جدا وعايزة تلعب دورها. والحقيقة ان لحد هذه اللحظة لما تشوف الجمهور وكلامه ومساندته تفخر تفخر بجمهور الاهلي. وهو زي ما قال الكابتن عصام، هذا الحرمان في هذا الظرف وهذا التوقيت ملوش مبرر، خاصة لو اتكلمنا على الناحية الإجرائية. لابد ان إدارة النادي زي ما اتخذت تدابيرها وتنظيم فكرة الدخول وكرنيه الدخول وتسجيل البيانات من خلال كارت أهلاوي اللي بيسمح لإدارة النادي وكل الجهات المسؤولة ان يبقى عندها قاعدة بيانات لمين دخل من الجمهور، وده اللي طالبنا بيه كتير عشان ما يروحش عاطل بباطل، عشان ما فيش جمهور يدخل اي واحد يرتكب اي اعمال مخالفة وبالتالي بقية الجماهير او ناس مظلومة تدفع الثمن وتبقى هي ما عملتش ده. لكن كمان ما افراد الامن جزء اساسي من، او يمكن الجزء الاساسي من دورهم حماية كل الارواح اللي موجودة وحماية النظام في الملعب. فبالتالي اذا كنا اتفقنا واستقرنا على الخطوات الاجرائية السليمة لحفظ النظام واراحة رجال الامن وتوفير فرص عمل ليهم اثناء اداء مهمهم على الوجه الاكمل. ما هو الامن عليه مسؤوليه يجب ان يؤديها وسوف يؤديها. بالظبط. فيؤديها بتعاون احسن. بالظبط. انا اوفر لك كل متطلبات اداء خدمه امنيه راقيه انسانيه كريمه محترمه تليق بالعلاقه الطيبه والوثيقه بين الشعب وشرطته، وانت بتعاون ان انت بتستجيب. لكن فكره، وده الكلام الحقيقه يعني للامانه وللموضوعيه وللمصلحه العامه، هو الاهلي اكثر الانديه في روافد دعم المنتخبات الوطنيه. ما اعتقدش حد ممكن يغلط في الحقيقه دي. اسالوا كل مدربين المنتخبات اذا كان الاهلي في كره القدم على الاقل تحديدا عافيا قويا ضمنت عناصر مناسبه قويه للمنتخبات الوطنيه. قولا واحدا، الرابط بين الاهلي والمنتخبات الوطنيه رابط شرطي تاريخي. ما من مرة منتخب مصر حقق بطولة إلا وكان الأهلي له نسبة من الإسهام الكبير وفي فترة يكون الأهلي بطل فيها. ما حصلش أبدا أن توج منتخب مصر بطلا على مدار حتى كأس الأمم من 57 لغاية آخر بطولة خدناها في 2010 إلا والأهلي بطل. يغيب الأهلي يعني إذا عطس الأهلي تصدع جسد المنتخب الوطني، برضو حقيقة شرطية تاريخية. فالحرص على انه كرة الاهلي تكون في عافيتها وقوتها هو حرص مباشر على المصلحة الوطنية للمنتخبات. فبالتالي الجمهور عامل مؤثر زي ما حضراتكم شايفين ولمسين، وكل كبار السادة النقاد مستقرين على كده. زيد على ذلك ان كل الفرق في المسابقة بالذات الفرق الجماهيرية الشقيقة بتلعب مستعينة بجماهيرها، اذا كان الاسماعيلي او اذا كان المصري. حتى في البطولة الأفريقية لما كان بيلعب في ملعبه كان بيجد كل دعم جمهوره. والأهلي في البطولة الأفريقية، لقى دعم من جمهوره. ولمسنا حتى الزمالك في الفترة الأخيرة في مباريات الدوري عنده جمهور موجود في الملعب. إذن تعالوا نتفق على حلول توفر لرجال الأمن فرصة العمل المريح جدا في أداء المهمة، وايضا توفر للاهلي الاستعانه. ما ينفعش بالعنصر الاساسي بالنسبه في مباراتك مع المقاولين وهي مباراتك ان يكون جمهور المقاولين اكتر منك. ما ينفعش يعني. واللي يدهشك، عندي معلومات مش اراء يعني، ان الامن حريص جدا على حل هذا المشكل والتعاون التام في هذه القصه. بس يتقال ايه المطلوب تحديدا وكل يلتزم به. طب ايه المطلوب تحديدا؟ ما اعتقدش يفتى والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على التليفون. يا سياده العميد اهلا بيك. يا استاذ ابراهيم مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا، ربنا يخليك كابتن عدلي. مساء الفل يا فندم. ازيك يا كابتن مرجان وقلبي معك. والله دعواتك يا كابتن عدلي. والله قلبي معاك. طيب قلبك معاه وقلبه معاك، اطلع انا من الموضوع. لا يا فندم. قول لي يا سياده العميد، بنتكلم في قضيه الجمهور، وانا شايف لك تصريح مهم انه الاهلي كاداره بيقف في صف عوده الجمهور وانه في امل ان شاء الله ان مثل هذه الامور تتحل. ايه الصحيح؟ ايه الجديد فيها؟
طبعا هو من اول يوم يعني الناس كلها مطلعه، واحنا بنشتغل الحمد لله ما عندناش حاجه بنخبيها. يعني انت شايفين مجلس الاداره بيتحرك ازاي على هذا الملف ده تحديدا، الاداره التنفيذيه بتتحرك مع مجلس الاداره، كلنا يعني حاجه واحده وكلنا فكر واحد. احنا بنطالب بعوده جماهيرنا، وبنطالب بعوده جماهيرنا بالشكل اللي بتنظمه اللوائح وبتنظمه القوانين وبتنظمه ازاي نحافظ على سلامتنا. دي نمره واحد بالنسبه لنا، وبناء عليها احنا اتحركنا من اول يوم مجلس الاداره استلم. كانت اول مباراه في استاد القاهره لجمهور النادي الاهلي. ايوه حصل اللي حصل، ما عندناش مشكله الحمد لله، وكل خلاص خلصت ودخلنا وبنكمل تاني. وكان في مقابلات مع سيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو برده من الناس المتحمسه جدا لعوده الجماهير بصراحه. واحنا بنتكلم احنا لازم ندي كل ذي حق حق، متحمس جدا جدا لعوده الجماهير. وقعدنا اكثر من لقاء، واخر لقاء الاجتماع اللي شمل كل الانديه والاتحادات عشان خاطر الوقوف على عوده الجماهير للدوري. تمام؟ ايوه. طيب عوده الجماهير للدوري الطلب 5000 من مشجعين الفرق تكون موجوده، النصيب الاكبر يكون للفريق المضيف او منظم المباراه، وده العادي. ايوه. لان انت مره هيبقى انت اللي بتنظم، مره الفريق الاخر هو اللي هينظم، فده تكافؤ فرص، وفي نفس الوقت حفاظا على عدم يعني التقاء جمهور الناديين في وقت واحد في المرحله الحاليه، ودي مرحله بتتطبق في كل حته ما عندناش فيها مشكله. تمام. كان الطلب حاجات معينه، النادي الاهلي، النادي الاهلي بالذات ما عندوش تفرقه بين جمهوره، ما عندوش تفرقه بين اعضاء جمعيه عموميه وجماهير، ما عندوش فئات فئويه، احنا ما بنصنفش جماهيرنا، ده مش دور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كبير جدا. فاحنا التزمنا بهذا الكلام، بناء عليه كان اخر اقتراح او اخر حاجه نهائيه اللي اتبعتت للاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الاهلي اللي حضور 5000 تقسيمتهم كالاتي: 1500 لوزاره الشباب والرياضه، 500 للفريق الضيف، 3000 للفريق المنظم للمباراه. وبناء عليه احنا ابتدينا نتحرك في هذا الاتجاه. ابتدينا النهارده اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عشان يدرك مدى يعني عشق جماهيره ولوجوده في المدرجات وحجم الجماهير كتير جدا. احنا ما نقدرش النهارده نقول هركب اتوبيسات او افوج او هجيب فلان ومش هجيب فلان، الجمهور بتاعنا يزعل. حطينا معايير ثابته من بدايه من كرسي المقصوره الرئيسيه في المباريات للكراسي طبقا للمواصفات الموحده او الدرجه الاولى، وحطينا لها اسعار بحيث يبقى من حقه اللي يروح المباراه اللي يشتري، وده من انا متهيألي منتهى الخير اما يكون عندك قاعده عريضه من الجماهير. صحيح. اولا النادي الاهلي ادارته، واحنا اتعلمنا كده وانتوا علمتونا كده من عدلي يا استاذ ابراهيم، ادارته ما عمرها ما خافت من جمهورها، لانها تقدر كويس جدا جدا مشاعر جماهيرها. الجمهور ما يبقى زعلان او غضبان من الاداره احنا بنبقى مقدرين هذا الكلام، او من اللاعبين بنبقى مقدرين هذا الكلام، لان نفس الجمهور ده اللي نام في الشارع عشان يروح يحضر المباراه هو بالزبط. نفس الجمهور اللي بيشيلك على اكتافه وبيحتفل بيك في الانتصار. بالظبط. ما بقاش انا عايز اخد الحلو منه ومش عايز الوحش ما تسمعوش، ده غلط. فالنادي الاهلي احنا ما تربناش على كده، عشان برضو الناس اللي هي بتحاول تزايد على هذا الكلام وبيقولوا اداره النادي او مجلس اداره خايف يفتح باب التتش للجمهور او خايف يفتح الصالات، هذا الكلام مرفوض تماما. النادي الاهلي حريص على سلام الجمهور اولا، النادي الاهلي حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين، لان احنا في دوله. النادي الاهلي اولا واخيرا مؤسسه وطنيه، ولن نسمح بحد يزايد على هذا الكلام. في غلط احنا اول ناس بنطلع نواجه وبنقول ده غلط، وبنعدل من نفسنا وبنعدل من اثارنا، وجماهيرنا نفسهم ابتدوا نفس الكلام، ابتدى عندهم بهذا الوعي، لا نقف في ظهر الاداره، نقف في ظهر الفرقه بدون خروج عن النص. هذه الخطوات هي اللي هترجع الجماهير، هذه الخطوات هي اللي هتلفظ التعصب، هذه الخطوات هي اللي هتخلي ولادنا يبقوا موجودين في مدرجاتهم بيشجعوا في سلام امان. ولكن طول ما الوسط الرياضي في سباب ومحدش بيتحاسب، في خروج عن النص ومحدش بيتحاسب، في هقول لحضرتك يعني اداره النادي الاهلي هي اداره النادي لم تصمت، اداره النادي الاهلي لها عمره كبير، اما بيجي يتكلم لازم يتكلم في الوقت المناسب. النهارده بعد ماتش المقاولين واللي حصل ايا كان، في تحركات حصلت على مستوى محترم جدا، نائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق، الاستاذ خالد الدندلي امين الصندوق، المهندس سيد مرتجي، كان عندهم لقاء، ودي كانت حاجه جميله يعني حاجه مشكوره من الجهات الامنيه، واللقاء كان مثمر جدا. المفروض اللي احنا يعني هيبان ثمار هذا اللقاء، واطلعوا على كل الملفات اللي موجوده وكيفيه اداره النادي الاهلي او مجلس النادي الاهلي بيتعامل مع ملف الجمهور، والناس رحبت بهذا الكلام جدا، لان كان في سوء تفاهم من الواضح اللي في حد عايز يبقى دايما في فجوه ما بين الامن وبين اداره النادي، او فجوه ما بين اداره النادي والاتحادات. ده الكلام ده احنا قلناه وبنشوفه، يعني احنا ما عندناش فيه يعني انتوا على درايه وعلى وعي يا استاذ العميد بان في ناس بتعبث فعلا في هذا الملف وفي هذه العلاقه.
اتمنى ان احنا نكون على درايه طبعا كابتن عدلي، اتمنى ذلك يعني، لكن احنا على درايه كويس جدا ورصدين هذا الكلام كويس جدا، ولكن برضو انتوا اللي ربيتونا وانتوا اللي علمتونا، ما يبقاش عندنا شماعه نعلقها. احنا النهارده مش عايزين نعلق شماعه، احنا النهارده بنتحرك كل اتجاه، احنا عايزين نحل مشكله يا استاذ العدل. اما الامور بتزيد عن لزومها بقى لازم نبتدي نتحرك بقى، ولازم نادي الاهلي تتكلم. طب لقيتوا استجابه واستيعاب لما قدمه الاهلي من تفسيرات ومن اجراءات؟ استجابه بشكل عالي جدا، بناء على هذه الاستجابه احنا بنتحرك برضه في نفس القصه، والمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله هنشوفها. النهارده احنا وصل لنا 500 تذكره من نادي بتروجيت بصفتنا احنا النادي اللي هيبقى النادي الضيف، احنا استضفنا 500 تذكره، سعر التذكره 50 جنيه على الفور، احنا بعتنا الفلوس لنادي بتروجيت عشان المعامله تبقى بالمثل، و35 دعوه مقصوره رئيسيه لمجلس الاداره والاداره التنفيذيه، فبالتالي المعامله هتبقى بالمثل. 500 تذكره دول هنطرحهم ان شاء الله باذن الله على الاونلاين، وهنبيع لبرضه نفس هنطرحهم لاعضاء الجمعيه العموميه، لانهم برضه كل مش هنفرق عمرنا بين عضو جمعيه عموميه او جمهور، لان كل النادي الاهلي كيان واحد ومجموعه واحده مع بعضيها في ظهر النادي الاهلي. هو ده اللي ان شاء الله باذن الله. والله ده كلام مسؤول جدا ومطمئن، وانا شايفك متفائل بالقادم. و احنا بنعمل الخير يا كابتن عدلي، وحضرتك عارف واستاذ ابراهيم عارف، احنا دايما بنعمل الخير، دايما بنعمل الصح، احنا ما بنخافش. اتهامات الجزافيه اللي بتتقال دي اما سكتنا عنها سكتنا عنها، لان كان في توجيهات ضبط النفس ونسكت وما نردش، ولكن في هذا الوقت احنا بنرد بالمنطق، بنرد بالمعايير المظبوطه، مش عشان حاجه، حفاظا على سلامه ولادنا. النهارده احنا بقى لنا 24 ساعه كان في مشهد كان ممكن يكون مشهد كارثي، وكان لازم في ناس تتحاسب في هذا الكلام، وانا بتكلم وده على مسؤوليتي، وكان معايا النائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق، اتحاد كره اليد وصفحات السوشيال ميديا بتنادي لاداره النادي بتمنع حضور الجماهير في صالتها، وهذا هو ده الضرب تحت الحزام يا سياده العميد. هذا الكلام غير مقبول ومرفوض تماما. تمام، واتحاد كره اليد ده عايز وقفه بصراحه، الامور زادت عن حدها قوي يعني. وبناء عليه النهارده احنا طلعنا بيان رسمي بينفي هذا الكلام، طلعنا بيان رسمي بيقول الخطاب اللي اتحاد كره اليد بعته بتاريخ 14/11 بيحدد الجمهور اللي يخش الصاله او الجمهور اللي يكون متواجد في الصاله، وفي الاخر رئيس الاتحاد بيقول لا ده انا بعت جواب استمرار، اللي جواب كان جه من اداره النادي في 2016 ما كانتش اداره النادي عايزه الجماهير، وانا في 2018. هل هذا كلام يعقل في اداره جديده؟ يعني هل يعني هو يا اخي العجيبه الكابتن هشام نصر انا اعلمه يعني ده مختلف قوي عن رئيس الاتحاد دلوقتي، انسان يعني انا مش قادر افهم ايه التخطيط المستمر في ضرب النادي الاهلي، مش هكذا تؤخذ البطولات عنوه يا جماعه، والله ما في مصلحه اللعبه. اللي احنا بنقوله ما فيش حد هيقدر يوقع او يكون هناك في وقيعه بين الجمهور وبين ادارته، احنا بنقبل النقد بنقبل النقد. 2016 ايه؟ ده احنا في 2018 مع مجلس جديد. في مناخ جديد ولوائح جديده وقانون جديد وكله. وخصوصا اللي هو بعت نفس الجواب تخته بتقول الاتي: الدخول لحامل البطاقات وبطاقه الاتحاد. وانا قلت له هذا الكلام. يعني ايه بطاقه الاتحاد؟ لا برضه عايز افهمها دي. يعني اللي ما عندوش بطاقه الاتحاد ما يخشش؟ لا يعني حضرتك النهارده انا النادي الماتش المباراه بتقام على الصاله عندي بسمح الدخول للمباراه لحامل كارنيه النادي وحامل كارنيه نادي الضيف وحامل كارنيه الاتحاد المصري لكره اليد. طيب طالما هو الموضوع كده حضرتك ما تطلعش ليه كراجل اتحاد مسؤول عن هذا الكلام، واحنا كلنا هننفذ معاك هذا الكلام، تقول هذا الكلام واضح وصريح. ليه بنلعب بمشاعر الشباب الصغيره المتحمسه لنفسها ترجع المدرجات ونرجع نلوم عليهم؟ احنا ليه بنلوم على الشاب الصغير او ليه بنلوم على الراجل اللي عايش مخطط حاجة. مخطط مستمر لضرب الاهلي والوقيعه بينه وبين جماهيره. تمام تمام. فبعد اذن حضرتك النهارده دي برضو من ضمن الحاجات، والحمد لله اتعدت ازمه على يعني على خير الحمد لله. فاحنا بنتكلم النهارده الاتحادات اولا مسؤوله اللي هي بتنظم المباريات وبتضع لوائح وبتضع لوائح الجزاءات وبتضع شروط المباريات وشروط المسابقات من ضمنها حضور جماهيري او من عدمه، ده مسؤوليه الاتحاد وليست الانديه. الانديه مسؤوليتها تامين الجماهير في حاله وجود جماهير بالتنسيق مع الامن، فتح البيبان وتوفير المكان المناسب في حاله وجود جماهير، ده دور النادي. ودوري اكتر برضو ان انا اكون مسؤول مع الاتحاد في توفير هذا الكلام، لكن احنا كل واحد عايز يرمي المسؤوليه. اللي بيتظلم في هذا الموضوع شبابنا واولادنا اللي بيجوا وانا قلت له النهارده واضح وصريح مش هنسمح لحد يكون سبب في صدام جمهور النادي الاهلي مع الامن ابدا.
ولا هنسمح لحد يكون سبب ان احنا يبقى عندنا خساره بالهم. احنا ما عندناش اي مشكله، ولادنا وشبابنا متحمسين. انا برضو برجع اقول لهم تاني، ما تخلوش حد يفقد، ما تدوش الفرصه لحد، ناس بتتلكك ما تدولهاش الفرصه. هو ده المهم بالنسبه لنا. احنا عندنا دلوقتي في خساره، دي حقيقه، ولكن بننظم البيت من الداخل بشكل محترم، بنقدر مشاعر الجمهور كله، لان احنا برضو زعلانين، ولكن عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنتحرك. رئيس النادي بيتابع موجود بصفه مستمره رغم ظروفه الصحيه، ولكن بيتابعه ان شاء الله باذن الله يوصل بالسلامه. فالامور الحمد لله، نائب رئيس النادي موجود، اعضاء مجلس الاداره بالكامل موجودين، فالحمد لله. لا، اداره النادي الاهلي بتتحرك عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي فقط لا غير. احسن كلمه سمعتها منك النهارده في كلامك المهم، ان الكل على قلبه رجل واحد، وكله مستوعب مسؤوليته، وكله ناسي نفسه في سبيل ان النادي الاهلي باذن الله يسترد المكانه التي يستحقها. وهو ده اللي احنا بنقوله دايما يا كابتن عدلي. ولو كان لو حد النهارده عايز يقول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي صامتون او الاداره صامته، مع احترامي لكل الناس، ده اخلاق النادي الاهلي، دي مبادئ النادي الاهلي، عمر ما كان النادي الاهلي بيطلع يتكلم. احنا النهارده من كتر ما بنطلع نتكلم للاسف، لان هو ده، هل هذا يعني لازم انا هسيب اشغالنا ونطلع نتكلم كل شويه في الميديا؟ دي حاجه جديده بقى. طيب النادي الاهلي الكابتن خطيب راجع لحد ان شاء الله يا سيف العميد، يوصل بألف سلامة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الترتيبات بعد عدم اكتمال الجمعية العمومية، المفترض الميزانية بتعتمد من مجلس الإدارة ولا بتحل الجهاز المركزي؟ بترسل للجهة الإدارية اللي في دورها بتحولها للجهاز المركزي المحاسبات عشان خاطر يعتمد. ليه الاعتماد؟ ده أمر طبيعي جدا، ما عندناش فيه مشكلة، أما الباقي فمجلس الإدارة بيفوض في يعني كان الأول بتقول ملاحظاتها ترجعها للمجلس يتفادى الملاحظات، وبعدين دلوقتي منها للجهاز المركزي على طول. ده منها للجهاز، لا هو من الجهه الاداريه النهارده، الجهاز حتى لو في ملاحظاتها بتبقى ملاحظات برضه الجهاز المركزي للمحاسبات، ده طبقا للائحه الماليه لوزاره الشباب والرياضه. يعني في الاخر لو في ملاحظات هترجع حسب اللائحه الماليه للوزاره، مش لائحه النظام الاساسي للنادي. لائحه لا، ما احنا لائحه النظام الاساسي متمثله في لائحه الوزاره، ما فيش حد تطابقت معاها. لازم تتطابق مع اللائحه الماليه للوزاره. تمام. مجلس الاداره اللي جاي تحدد ميعاده ولا لسه؟ لا لسه ان شاء الله، بس الكابتن يرجع بالسلامه، اول ما يرجع نحدد الميعاد على طول. العميد محمد مرجان، يعني افضت واوجزت ويعني قلت لنا كل اللي احنا عايزين نفهمه. نشكرك على التواصل وربنا معاك تاني. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان. كله خلية نحل بيشتغل. وربنا يكلل الجهود بالنجاح، وطالما كلنا على قلب رجل واحد بإذن الله هننجح. وزي ما أكد العميد محمد مرجان، ما حدش هيقدر يوقع بين الأهلي وجمهوره، ولا الأهلي هيفرق بين فئات جماهيره. أعضاء الجمعية العمومية، أعضاء النادي، هم أيضا محبي النادي، فبالتالي هم أهلوية زي الجمهور ما أهلاوي، وبالتالي لما بيتقال للأهلي عندك 2000 تذكرة، عندك 3000 تذكرة أقل أو أكتر، الأهلي ما عندوش استعداد في التوزيع يفرق بين ده وبين ده، بالعكس يدرك تماما كل المسؤولين في النادي. أرجو أن المشكلة دي الآن والماضي، أن جمهور الأهلي دايما وأبدا هو السند والداعم وصاحب الفضل الكبير جدا على الأهلي فيما وصل إليه من بطولات ومكانة. نتمنى يا أستاذ إبراهيم هذه المرة نكون خلاص الدنيا توضحت وتحددت الملامح وتحددت الإجراءات وتم اتخاذ الخطوات التي تلزم الجميع عشان نخلص من مشكلة هي اتظلم فيها الأهلي واتظلم فيها جمهور. لكن دايما وأبدا جمهوره ده حماه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. محدش هيقدر يوقع بين الاهلي وجمهوره، بس كمان جمهوره لازم يدرك حقائق الامور وطبيعه الظروف اللي بتمر بيها احوال النادي واحوال كره القدم تحديدا. وما يحاك للاهلي للاسف مش في الضلمه ومش في الظلام، ده عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا اللي النهارده تحديدا يمكن واللي اصحابها بيعترفوا بيها. حصل تسريب لرساله واتساب ما بين عضو مجلس اداره في نادي كبير كان نجم كوره قديم وصحفي، ايضا الناس كلها عارفه انتمائه وقد ايه كان
بيتكلم على الاهلي ازاي، ولما تلاقوا للناس برضو غير مرتاد السوشيال ميديا او اللي ما شافوش هذا التسريب، اللي انا شخصيا في اطراف كتيره اكدوا له صحته، بس ما علينا، القصه كلها للناس اللي هي ما شافوش ده، انه تتخيلوا الامر يوصل لدرجه ايوه الناس قبضت والناس كله تمام وكله مبسوط، بس فلان لازم تراضيه لنا علشان ده قريب جدا من صالح جمعه، ومش هنخلي صالح يلعب في النادي الاهلي. ده اللي مكتوب؟ وكل ما تقوم له قومه هنخلق له مشكله. والحق ده اتقال انه الاهلي بيفاوض باهر محمدي بتاع الاسماعيلي، احنا خلينا فلان كلمه عشان يجيبه لنا، لكنه ما عندوش ابن الايه ده رغبه انه يجي لنا. طب هقول لك ايه، هم ثلاث اربع اخبار هنطلعهم نهيج الاسماعيليه على الاهلي. الكلام ده نصوص تم تسريبها. شايفين انتوا الاهلي، وبعدين يتقال الناس خلاص اتظبطت وكله تمام ومستنيين لهم وقعه ونخلص عليها ونبدا الشغل. الكلام ده كان قبل ماتش الاهلي والمقاولين بثلاث ايام بالظبط. تاريخ الرساله المسربه. اللي انا قلت لكم انا شخصيا حد وثيق الصله قال لي كيف تم التسريب ومصدره منين، عشان اللي بيشكك يبقى عارف انه الامور عمر ما في حاجه خبيثه هتتعمل في الضلمه هتفضل في ضلمه. احنا في زمن السماوات المفتوحه. امشي عدل يحتار عدوك فيك، خليك واضح وصريح. المهنه ليها اداب وليها تقاليد وليها قانون إلى وليها هذا أطر المدى وليها نظام. بلغ الياس بالناس انها تبقى عندها هذا الشر في التخطيط حتى لو كان مسؤول. انما انا اتكلم على نادي ما الكل يتنافس بشرف، ما الكل يتنافس باحترام. ليه اطلع انا كنجم كوره كبير بينه وبين الاطراف الاخرى فاهمين يا استاذ ابراهيم محترمه على انه يضربوا العلاقه اللي بين الاهلي وجمهوره؟ صدقني وبعدين كده يعني، وبعدين يتم بقى تسميم الابار بين الاطراف الانديه مع بعضيها. طب ليه؟ ليه؟ بس دي قديمه يعني، قديمه وبيجددوها بالظبط. الاهلي بيفاوض لعيبه زي ما كل نادي بيفاوض لعيبه، الاهلي بيضم لعيبه، كل الانديه بتضم لعيبه. لكن جمهور الاهلي اللي في السوشيال ميديا واللي في المواقع واللي حتى الجمهور اللي ما بيتعرضش للوسائط الاعلاميه المختلفه يبقى عارف انه قد ايه الاجواء فيها هذه السموم، وقد ايه المؤامرات بتتعمل ضد الاهلي وضد اداره الاهلي وضد مجلس اداره النادي الاهلي وضد لعيبه النادي الاهلي. لعيب يتقال عليه مش هنسيبه في حاله، مش هنسيبه في حاله، كل ما هيئب هنخلق له مشكله او هنخلق له خبر او هنعمل له قصه، كل ما الاهلي يروح يفاوض لاعب في الحته الفلانيه هنخلص ونهيج الناس عليه. والناس تقرا وانفرادات والكواليس والاسرار، والكل الهدف ماشي في اطار هذا التوتير والتهيج وهذا الجو المسموم، وفي الاخر الناس تتهم الاهلي او تحمل على مجلس ادارته. مجلس ادارته بيشتغل؟ بيشتغل. مجلس ادارته عنده اخطاء؟ عنده اخطاء. الجهاز الفني شغال؟ شغال. بس في ايه عمل بشري منزه عن الخطا؟ في ايه مسيره اداريه ربنا خلقها ما فيهاش سلبيات بتصلح اخطائها اول باول؟ مفيش مسيره ابدا لاي بشر خلقه ربنا ما عندهوش ديفوهات طول ما هو ماشي بيصلحها ويصححها. لكن توصل الامور ان الناس تتكلم على انه خلاص الناس اتظبطت والناس قبضت علشان مش بس تشجع فريق ولا تساند فريقها ولا حتى تعمل له الدعم المطلوب هي حره فيه، لا علشان توقع هذا الفريق. طب بذمتك وتوقع بينه وبين لعيبته بذمتك؟ انا من سنه كام يا استاذ ابراهيم قلت لك وبالاسم وقالوا لي وقالوا قدامي، بس ساعتها كانوا مش محددين الخطه، قالوا يا نوقف الزمالك يا نوقع الاهلي. فاكر الكلام ده سنه ايه؟ من 2008 كنا مسافرين بيروت اعتقد. من 2008 لا لا كنا رايحين ابو ظبي عشان سوبر. ايوه بالظبط. من 2008 وهم بيقولوا هذا الكلام اللي ابتدوا يخططوا له بدقه ليبلغوا الذروه دلوقتي، لانه وجدوا المناخ
وسائل التواصل منتشرة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا، فهي دي المساحة اللي بعد ما سيطروا على ابتدوا يشتغلوا، وجروباتهم معروفة، هو مسؤولين طلعوا اعترفوا بهذا ان احنا مسيطرين على ولذلك على ولذلك احنا محتاجين جدا جدا نقف مع بعض. واللي عايز على فكرة احنا مش منزهين عن النقد ابدا، عشان هيطلع يقول لك لا تعالوا انتقدونا، اقعدوا معانا وكلمونا حاسبونا، واي مجموعة عايزة تقعد معانا هنروح نقعد معاها وقولوا لنا ايه اللي وجهة نظرهم ايه، واحنا نقول لهم وجهة نظرنا ايه، وحد يقنع التاني، بس بحيث ان احنا كلنا يبقى همنا النادي الاهلي في الاخر. بالظبط بالظبط، ان احنا الكل يبقى محدد هدفه ايه. خلي بالك يا استاذ ابراهيم في نقطه خطيره جدا، كل كلمه مش اشخاص ولا كل كلمه بتتقال هنا بتتحرف وبيتقال عليها كلام ويتغير ويحصل هجوم. ومين قال ان احنا عايزين شخصيا كبرنامج احنا شخصيا كبرنامج، مين قال ان احنا ما احناش مستهدفين؟ ومين قال لكم ان احنا مش مدركين هذا الاستهداف؟ ومين قال لكم ان احنا ممكن يستوقفنا ان انت تزج بحاجة ضد ملك وكتابة او ضد المهندس عدلي او ضد شخصي علشان تحرض جمهور اهلاوي او صفحة اهلاوية تسيء او تنتقد؟ انتقد ما شئت، صدقوني احنا لو لا ندرك اولا مسؤوليتنا الاخلاقية، ضميرنا المهني، ثوابتنا في الحفاظ على النادي الاهلي وتقاليده ومبادئه من وجهة نظرنا على الأقل، ممكن ناس كتيرة تختلف معانا، هي حرة وده أكيد ليها كل الحق والاحترام أيضا طبعا، تختلف في شكل التناول، تختلف في درجة التفسير، كل ده الناس كلها ليها حقوق. احنا ده اجتهادنا، ده اجتهادنا في الجزئية دي. قد نصيب وقد نخطئ. عندك استعداد مع أي حد، مع أكتر الناس منتقدة ليك، إنك تقعد تتكلم معاهم؟ عندك استعداد؟ عندك مانع في هذا؟ لا خالص، انا شخصيا ما عنديش خالص. اي مجموعه شايفه نفسها طب تعالوا لنا بقى نتكلم معاكم، يقولوا لنا ايه الملاحظات اللي مضايقاهم عشان نقول لهم اسبابها او حقيقتها، بلاش اسبابها. والله يا باشمهندس انا بعد ماتش المقاولين يعني وانا بمر كده على مش عشان على فكره والله يا استاذ ابراهيم، عشان النادي الاهلي ما ينفعش ان احنا الناس تشغلنا ببعض. انا عشان الناس بتشغلنا ببعض وبتحقق اهدافها هي. أنا لقيت يعني بقول لك حتى الناس، واحد أهلاوي قال لي أنا محاسب في السعودية اسمه أحمد ريعو، أعتقد يا ريت يكون الاسم كده صح، أنا لغاية الفجر بقى صعبان عليا لأن الراجل بيكتب إنه خايف ينام يحصل له حاجة. يا سيدي كلنا أصل مشاعر الناس فيجي عايز يتبادل الرأي وعايز طب ما نتكلم. لما تتكلم مع الناس تلاقي يا شحنة الغضب مفهومة ومبررة وكلنا وجوز يقول لنا حاجه نستفيد منها، لكن طب ما نتكلم دلوقتي. انتوا فاهمين انه البرنامج يطلع لازم يهد المعبد على اللي فيه. لو هنتكلم بحده الغضب اللي الجمهور عايزها مش هيبقى فيه فريق ولا هيبقى مش هنبني. لكن لما تيجي تكلم الناس اوكي عندنا نفس التحفظات اللي انتوا بتتكلموا فيها، وممكن يكون عندنا تحفظات اكتر، بس المركب في عرض البحر. انت عندك فريق لازم يخوض 10 مباريات او 8 مباريات منهم الماتش اللي فات يعني 9 مباريات في حيز زمني شهر واحد بشكل غير مسبوق لاي حد وبوضع بدني غير ادمي. الفريق تزيد وطئته ومشكلته انه عنده اصابات. ايه السبب؟ بتدرس ملفها ايه بيتراجع، لكن المؤكد انه في اصابات وغيابات مؤثره. طيب لو احنا هنمشي في السياق الغاضب بتاع الجماهير، اللعيبه دي ما تقعدش في الاهلي، يعني ايه ما تقعدش في الاهلي؟ مين اللي هيلعب؟ مين اللي هيلعب؟ عندك 10 ماتشات، اللعيبه دي لو تمت الثقه فيها واستعادت الثقه في نفسها واستعادت ثقه جمهورها فيها، اللعيبه دي هي اللي وصلت الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. تسمح لي معلش كل شويه لنهائي دوري ابطال افريقيا كل شويه هاخد منك وعلق تعليق. الدليل ان الموضوع مش موضوع ابدا بيبقى لعيبه وبس. النهارده تعالى ناخد كذا نادي كنموذج. خد حرس الحدود. ايوه. كانت نتائجه متراجعه جدا. صح؟ صحيح. حصل تعديل في الجهاز الفني. النهارده حرس الحدود ابتدى يكلمك ان عايز يبقى لي مركز. طارق العشري الحقيقه طبعا. واحده واحده. المقاصة نفس الشيء.
النهارده بيعمل ايه؟ بنفس مجموعه اللعيبه، ما غيروش حد. والمقاولين اللي كد ما هو انا جاي لك يا استاذ ابراهيم هجيبهم لك نادي نادي والله. انا هخلي ابراهيم المقاولين اخر حاجه لانه اخر ماتش. وادي دجله، وادي دجله في البدايه كان شكله ايه، والنهارده بيقولوا بيقدم كوره ممتعه وبيلعب بستايل وله شخصيه وبدا يحقق الانتصارات بنفس المجموعه، بس اتغيرت الفكره وفلسفه الاداره الفنيه. النهارده المقاولين نموذج صارخ بقى، كابتن عماد النحاس استلم وفي تردي غير مسبوق لنتائج المقاولين، ما دخلش عليهم لعيب جديد، هم يحقق 4 انتصارات زائد تعادل، يعني يمكن يكون واحد من ان كانش اعلى نتائج في المرحله الاخيره هيبقى هو الثاني، واخد بالك؟ انت معنى هذا ايه؟ ان المساله مساله ان بيبقى هو موجود دلوقتي واللي مضطر تاخد بيه دلوقتي خلال الشهر ده لحد دلوقتي. فتره الانتقالات لو حصل لما للفريق وانك تاخد افضل ما فيهم، ودي مسؤوليه الجهاز الفني الحالي بالظبط، ازاي يخرج افضل ما فيهم؟ لو طلعت افضل ما فيهم هيستعيد عافيته مؤكد، وبعدين عشان يستعيد هيبته وخطورته هتعمل التدعيمات اللي الناس كلها متوقعه، او باذن الله ربنا يوفقك فيها باذن الله ان شاء الله. فانت ده اللي عشان الجمهور يفكر فيه، ليه لا؟ ليه النادي الاهلي ها مش ده كل الانديه دي اللي غيرت وطورت وقدرت تعمل تصحح مسارها من الاخفاق انطلاقه؟ صحيح. ده الاهلي هو ابو الشغل ده. ايوه. فما هياش كلام انشا ولا بنبرر ولا بتاع، بس بنقول ان ما عملناش كده نبقى احنا مقصرين كلنا، لان حرام ان كله من خلال تعديل الفلسفه والفكر من خلال تعديل الاجهزه يحصل انطلاقات. الاهلي ده الاهلي هو بتاع الشغل ده. اتفضل. عشان كده قلنا لكم قبل كده من ثوابت ملك وكتابه الحرص على الاهلي، ده هدف البرنامج وده الاساس في بدايته من 2011، انه ثابت من ثوابت هذا البرنامج الحفاظ على النادي الاهلي، الحفاظ على الاهلي الاهلي ككيان، مش فقط مجلس ادارته ولا فرقته ولا اسماء ولا افراد ولا افراد، بالعكس احنا واحنا موجودين هنا في ظل المجلس السابق لما شفنا انه ما يتعلق بلائحه النظام فيها ما يحيد من وجهه نظرنا عن ثوابت وصول ناقشناك وقلنا يا استاذ ابراهيم مطروحه للنقاش المجتمعي، قلنا راينا فيها بامانه بالظبط، حفاظا على النادي الاهلي دون اي استعداد لاي خلاف مع اي اطراف ليكون التقدير، ولم نتمنى الخلاف حتى طبعا، لكن كان الكلام الحفاظ على النادي الاهلي. وقت ما هيكون في اداره ولا جهاز ولا لعيبه تحيد عن الخط اللي احنا بنتكلم عليه، تاكدوا ان احنا عندنا نفس الدرجه من الحرص والاهتمام ان هنقول الغلط غلط والصح صح. المهندس عدلي في هذه او على هذه المائده تقريبا في 14 اغسطس 2017 يعني من سنه وشهرين، من 14 شهر لما اتكلمنا في هذا البرنامج عن مشكله الاختراق الاعلامي، تحدث المهندس عدلي عن ما يمر به النادي الاهلي اعلاميا على شاشه الاهلي مش في مكان تاني خالص. نفكركم بيه لانه له علاقه باللي جاي. والاختراق ها؟ والاختراق ينفع النادي الاهلي يبقى مخترق؟ النادي الاهلي مخترق 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 مخترق. ارد عليك. النادي الاهلي مخترق مخترق. ممكن ارد عليك. مخترق في اجهزته العامله ومخترق في اعلامه. خلاص انا ما تخصنيش. انا مش بقبل. لا يا فندم انا لا انا دكتاتور في دي ده رايي. لا هقول رايي. النادي الاهلي ما هي وجهه نظر وجهه نظر. النادي الاهلي انا قلت لمحمود طاهر الكلام ده من سنه ونص. يا باشمهندس. واللي ماشي قدام محمود طاهر في مدينه نصر صلاح يحيى. هو ينفع. صنيعه اسامه خليل ما تقوليش انه مش مختار. اهدى عليه بس. لا مختار. اهدى عليه بس. ايه اللي مش مختار؟ انا لما اجي اتكلم عن الشياطين اللي كنت بتكلم عنهم ما كنتش فاكرك فيهم خالص. انا بس انا عايز بس اوضح عشان ما يبقاش انا قلت كلمه لا تقربوا الصلاه واسكتوا. اتفضل. يعني كمل. انا لما اجي اتكلم عن اختراق هذا الاختراق ينتج عنه مصايب. ما هي دي مصيبه. لا دي واحده. لا دي مصيبه. دي مش مصيبه. امال ايه؟ دي متغيرات يا سيدي اصبر. يعني انا اقول ايه؟ يا سيدي انا صبر والله. يا سيدي انا اقول والله احنا عندنا النتائج في الفرق الرياضيه فيها كارثه نتيجة الاختراق ده، أنت السنة دي بطل يا سيدي. لا ما يقدروش يلعبوا فيدي. طيب
ماشي تيجي تقول لي والله المجلس بس سيدي اصبر بقى تيجي تقول ايه تيجي تقول والله هي. عندي تردي في المرافق الله عندي مصيبه في الميزانيه لا. يا اخي خلينا اكمل طب ما انا هتقول لي طب خلي محمد الشرقاوي يقول انا مش هو محمد الشرقاوي ده مش في لجنه البرامج يعني سؤال بس يعني. سؤال يا باشمهندس سؤال يا باشمهندس يعني لو محمد الشرقاوي وسامي خليل قالوا ده نادي القرن يبقى كده مفيش اختراق والله يا جماعه هجيب لك بكره اقول له ايه الفكره دي حصل اللي حصل حصلت انتخابات وتغيرت إدارة النادي وتغيرت إدارة القناة والزميل محمد الشرقاوي ما عادش مسؤول عن قناة الأهلي راح بقى مسؤول عن البرامج الخاصة بنادي الزمالك ولنادي الزمالك كل التقدير والاحترام لكن احنا بنتكلم على ما يتعلق بالنادي الأهلي والجملة اللي قالها الكابتن المهندس عدلي لأنه كررها قبل كده وقالها فيما بعد وقت ما الظروف تتغير شوفوا الناس دي هتقول ايه عن النادي الأهلي وكان ضيف المهندس عدلي وقتها معترض وشايف ان الاسماء دي مش ممكن ابدا يصدر عنها ما يسيء للنادي الاهلي. طب لما اتغيرت الاحوال صوره مش هقول حتى اداره النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عند الزميل محمد الشرقاوي كانت عامله ازاي؟ بعد ما اتغيرت الاحوال في اقل من شهور نفكركم. بني اسرائيل والعجل وعبدوه. نفس التشبيه في كده هو ده معنى ايه لما اتغيرت هو لا ده معناه دي مشاعره ده الراجل ده كان مسؤول عن الشكل الاعلامي للنادي الاهلي الذي يدافع عن حقوق الاهلي تخيل كان ماسك اهم حاجه البرامج جوه النادي الاهلي على فكره الشرقاوي ده ابسط واحد فيهم ده اللي ظاهر صدقني ده ابسطهم واطيابهم ايه رايك بقى لكن الباقي خطورتهم ان شغالين انت مش شايفهم بس عارفهم وتسموا بالاسم وفلان 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 وقتها مش عايزين نكرر هذا الامر وقلنا لهم دول مش بيحبوا الاهلي الاستاذ محمد بدري ساعتها يقول لي ايه يعني لو قال لك اصل انا قلت لهم ايه دول فعلا لو ناس على راي رئيس النادي لا دول بيحبوا الاهلي مش عشان هم زملكاويه يعني هم محترفين قلت لهم على الهوا مين نادي القرن يا شباب قولوا لنا مين نادي القرن هو ازاي يبقى بيدافع عن قضيتك وهو شايف ان انت مش صاحب حق لا ده عايز يسرقه منك وعارف انك صاحب حق بس هو عايز ياخده منك فهيقول ده بتاعك لا هيقول ده مش بتاعك طبعا هو ده هو عارف كويس قوي ان انت نادي القرن لكن مش هيقولها لانه عايز يغتصبها هو بالضلال مين اللي عاش ضلال بقى الناس اللي هي عمالة تزيف في التاريخ اللي قلنا لهم روحوا ارفعوا قضية قالوا حاضر ولا هيرفعوا قضية قضية ايه اللي هيرفعوها عشان يتحكم ضدهم وتتقفل القضية لا انا اظل فاتح الملف ده زي ملفات تانية عمالة تتفتح دلوقتي من خلال نفس الاشخاص يضاف اليهم حاجات تانية يعني لكن هم اللي بيقودوا العملية الناس ممكن تقول لك وانت طول النهار هتقول لي اختراق وطول النهار تقول لي قيم ومبادئ لان ده بيت القصيد انا قلت لو خرجوا من عندنا هيخرجوا هم مدركين دولاب العمل مدركين اسرارنا مدركين اسلوب ادارتنا يزرعوا لك في الداخل وفي الخارج ناس مش هتشوفهم يأثروا عليك هذا كلام للأسف الشديد بنشوفه على الأرض الواقع دلوقتي من خلال تابعهم بالاسم يا استاذ ابراهيم انت عارفهم يعني لا هو انت التسريبه اللي انت قريتها بدون اسماء دلوقتي دي ودي حصافه منك لان طبعا في ضوابط لازم نتكلم بيها دي جزء من الضوابط يعني بس هم ما بيعملوش كده مش فارقه معاهم يعني ميجي يتبلى عليك يتبلى عليك في وشك كده لكن انت بما تملكه من كياسه اعلاميه بتنوه ما بتقولش اسماء لكن هذا كلام خطير جدا 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 اربطه بالكلام اللي اتقال واللي بيحصل دلوقتي لا على الهوى من قيادات قالت ايوه احنا بندير الامور زي ما احنا عايزين في هذا الشأن ايوه بس يبقى احنا نتنبه ولا نعمل ايه؟ قالك احنا مسيطرين على السوشيال ميديا وكل حاجه بتتكلم يبقى نتنبه ولا نعمل ايه؟ وصفحات معموله لهم خصيصا يبقى نتنبه ونعمل ايه؟ والله العظيم ثلاثه لو المصلحه ان نختفي واحنا سعداء بس المشكلة
كيف نحقق للأهلي؟ حد يقعد معانا من ولادنا مش من حد تاني، حتى المختلفين معانا واحنا مش متوقع ان يكون في بيننا وبين بعض خلاف، لكن ممكن يبقى في ضيق، في كلمه نقلت غلط، اتفهمت غلط، اتقالت غلط. انا تاني هذه دعوه لشبابنا، اقعدوا معانا وقولوا لنا ايه اللي في مصلحه الاهلي واللي لازم يتعمل دلوقتي عشان نصل بالسفينه الى الشاطئ من عرض البحر بعد ما نخلص المؤجلات دي. وبعد كده خلاص بقى، واحنا يا عم لو دامت لغيرك ما وصلت لك، بس في توقيت لكل شيء. ما هيش مش شطاره دلوقتي انك تقول سلام عليكم، ولا مش دي الشطاره، ده هروب من المسؤوليه وده يعمل خلل. لكن دلوقتي نقاوم ونقدف ونعمل ونساعد الكابتن يا سيدي، حتى اللي احنا القبطان اللي احنا مش مقتنعين بيه او شايفينه يعني شديد القسوه معانا، لا هنسندك، وصلني البر، وبعد كده لما تيجي نازل اقول لك انا مش معاك او معاك. الأول تعالوا نتحد على هدف واحد، كيف نعبر بالسفينة إلى الهدف بتاعها، وبعد كده نشوف المصلحة فيه. طيب مش بس الأهلي جمهوره أو بعض جمهوره زي بني إسرائيل وعبادة العجل والكلام اللي انتوا سمعتوه، لا كمان الزميل محمد الشرقاوي حديثا يتحدث عن مجاملات الأهلي من الحكام واتحاد الكورة. كل ده وفي مجاملات بشوفه لانه هيفتح الباب اكتر. هي المجاملات رحل فين بالظبط؟ ده هيبقى طيب، ده كده يفتح الباب ان احنا نتكلم بجد بقى، ونتكلم بشكل موثق، ومش هنقول راينا على الاطلاق. هتشوفوا صوره وهتسمعوا فيديو، مش احنا هذا الرجل كان مسؤول عن الدفاع عن حقوق الاهلي بالظبط، احد المسؤولين واطيبهم الزميل محمد الشرقاوي قال لك التحكيم والمسابقات الاثنين بيظبطوا الاهلي، والناس مشغوله مع الاهلي وافريقيا والترجي وفاق سطيف الدوري. الناس هو الاهلي كان قاعد بيتفسح على الزمالك لو كان الاهلي كان في القناطر الخيريه مريحينه يعني هم ريحوه قالوا له طب لما تسترد عافيتك هنلاعبك الدوري يعني، ولا حتى كان بيجهز عليه بالماتشات. حتى منطق التأجيل انتوا مفهمين ان انتوا عاملين كانون الاهلي طيب، والناس مش عايز رأيي يا ريت الزمالك يريح هو ده اللي انت فاكره كده؟ طب ريح لما خلص مؤجلات هو وانا عايزك طول النهار تلعب، وانا بيني وبينك 7-8 ماتشات؟ لا استنى لما خلص ماتشات. اللي حاصل والناس مشغوله بالاهلي وبالترجي وبالمشاكل، والسوشيال ميديا مولعه نار، والناس اللي متظبطه مظبطه الامور زي ما اتقال، ما جبناش حاجه من عندنا، ده اللي اتقال. هذه بضاعتكم ردت اليكم. في الوقت ده اتفرجوا انه ما من مباراه تقريبا الا والزمالك شكل التحكيم عامل ازاي مش هنقول راينا، هناخد خبراء التحكيم واحدة واحدة علشان بنطالب بالعدالة بين الكل، ونشوف هي المجاملات رايحة فين برضو بألسنة خبراء التحكيم نفسهم. ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام الاتحاد، مش رأينا، رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف في القناة الأولى، نسمعه. هتقول لي ما النتيجة 5-1، طب النتيجة كانت ساعتها كام؟ والاتحاد كان له ضربة جزاء لم تحتسب، ما هي أنت ممكن تغير نتيجة الماتشات بالحاجات البسيطة دي. واحدة هنا واحدة هنا، تبص تلاقي بدل 1-1 أو 2-1، لا ده 5-1. طب ما تخليك في النتيجة 1-0 والحكم في الزمالك والمقصة هدف غير صحيح للزمالك. نشوف تعليق الكابتن ياسر عبد الرؤوف عليه في قناة الحدث. طيب والنتيجة 0-0 للزمالك مع إنبي، النتيجة كانت 0-0، ضربة جزاء صحيحة لإنبي ما اتحسبتش، وقال رأيه فيها الكابتن أحمد الشناوي في أون سبورت، نشوف.
صعب يا ابو كباتن. ابو كباتن ده اتحسب على النادي الاهلي في نهائي افريقيا، الاثنين خبطوا ببعض وقالوا الشناوي اصطدم بتاعه، ده تهور. امال دفعه صريحه صعبه على ايه؟ وفي واحد خامس بيقف وكره كهربا اللي اتحسب ضرب جزاء الحكم الخامس قدامها يا اخوانا. لا، انما فيش اراده ان كل واحد ياخد حقه بصرف النظر عن النتائج، لان ساعتها النتيجه بتكون كام، هو ده اللي بيغير الماتش وبيموته. لانه حتى في نفس المباراه الجون الثالث للزمالك تسلل واضح جدا، يعني ضربه جزاء وتسلل زي ما قال الكابتن الشناوي نفسه. نسمع يعني الاتحاد لإنبي لإيه تاني؟ بيقول له زي ما عملنا في حالات تانية، هو طبعا عارفها ضد مين؟ فمش يعني عايز يقول له يا راجل ده انت قعدت تجرجرني عشان اقول لك الهدف وتسلل واللعيب كان متسلل مع المنافس، فدينا اهو يعني اقبل الحقيقة بقى. صحيح، مش الاتحاد وإنبي بس، كمان للزمالك مع المقاولين. الماتش ده خلص كام؟ 3-1؟ 4-1. 4-1. الزمالك مع المقاولين، الكابتن أحمد الشناوي ضربة جزاء غير محتسبة رغم سلامتها للمقاولين في المباراة اللي انتهت 2-1. يبقى ادي المقاصة اتغيرت النتيجة، وادي المقاولين، ادي المباراة نتيجتها كانت 2-1 وفي ضربة جزاء لم تحتسب لصالح المقاولون العرب. طب ما انا لو انت تقعد تديني الحاجات دي البسيطة دي ما هتلاقيني بنافس وكسبان كل ماتشات انا كمان. طيب برضه هنا نشوف وادي دجله، مفيش نادي تقريبا سلمة من مقصله الحكام امام الزمالك. طيب وادي دجله امام الزمالك في الدقيقه 3 خطا تحكيمي، ما هو برضه لما بيحصل يا استاذ ابراهيم هو بيحصل امتى؟ يعمل النتيجه كام؟ لا مؤثر طبعا، ده كان باقي 10 دقائق. طيب ضيف للرصيد ثالث ماتش ضيف للرصيد، الزمالك بيلعب حرس الحدود، ضربة جزاء ملهاش علاقة للزمالك قدام الحرس، كانت النتيجة وقتها 2-1. نشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف فيها، قالها في صدى البلد. بص يا باشمهندس، يعني البنالتي ده اتحسب، كان الحرس متقدم 1-0 وكانت الدقيقة 80، تتحسب ضربة الجزاء بهذا الشكل اللي الكابتن ياسر شايف ان ما فيهاش أي شيء من التعمد عشان الزمالك يتعادل وفي آخر دقيقة يكسب المباراة كده، ما فيش لا مجاملة ولا تأثير خالص خالص، الدنيا زي الفل. طيب ياسر، هدف غير صحيح للزمالك قدام الداخلية، والله ما ده تقريبا ماشي بالجدول قدام الداخلية والنتيجة 2-1 للزمالك، كسبنا 6 ماتشات ورا بعض. الست ماتشات فيها كلام، هدف غير صحيح للزمالك قدام الداخليه، النتيجه 2-1. نشوف الكابتن الشناوي. من المرات القليله اللي اشوف الكابتن ايمن يونس يعني بهذا الجدل، لان المساله يعني غريبه، يقول لك هو لو كانش اترمى ما كانش اتخبط، هو المفترض ان الجون ما يحاولش يمسك الكوره، ده القانون بيقول لو الجون حاول يمسك الكوره ما حدش يلمسه الا يبقى فاول عليه. منطقه الحمايه. فده واخد ركبه في وشه نطرته جوه الجون، ها عشان بعد الكره بعد كده تصطدم وتروح لكهربا يحطها. يعني هي لما راحت لكهربا كانت نتيجه ان خلاص صبحي بقى اوت اوف بلاي، اتعامل عليه فاول نطره جوه الجون. فالمدهش في فاول صريح بالمنظر ده يحصل عليه جدل، يعني النتيجه 1-1، يعني ده جون مكسب، ده جون 3. طب امال ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه، قال ان الحكم ممكن يكون ما شافهوش، مش في حاجه اسمها الحكم الخامس والسادس والسابع والحاجات اللي بتبقى واقفه ورا الجون؟ يعني الحكم اللي بيحط اللي بيبقى واقف ورا الجون هو فين؟ لا ملوش دعوه، لا الحكم الا اذا حب يعمل مشكله للفرقه اللي طبعا هم ما بيحبوش غير للنادي الاهلي، يلغي لك جون، يتحشر في كلام، ما يحسب لك، يعني ده على خط ما يحسب لكش بينالتي، والراجل هنا الاهلي اللي بيتجامل بقى. وكل ما اتكلموك يقول لك ده الاسماعيلي الاهلي ما 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 اتلغى له جون ملوش علاقه بالفاول بنفس اللحظه، كوفي كان بيجيب جون بنفس الاسلوب للمصري وبيتحسب في نفس اللحظه في المباراه في نفس اليوم. فالمساله يعني بس هو على طريقه نادي القرن
هو الكابتن الشراوي عايز يوحي ان والمجاملات القادمه، يعني هو ما بقاش بيتكلم على احداث، ده هو بيتكلم خلي بالكم، يعني شوف التحريض على الاهلي وصل لايه. وحتى في ضربات الجزاء جنش بيصد ضربه جزاء مؤثره جدا في مباراه الزمالك والجونه. بصوا شوفوا تحرك جنش بره اللاين بقد ايه، متقدم قدام الانتاج الحربي، سوري قدام الانتاج، شوف متقدم على الخط قد ايه، والحكم وهو شايف وكله اتكلم بعدها وقال كان لازم تتعاد، والكره الكره لسه ما اتلعبتش، وشوفوا هو مكانه فين قدام. وعلى فكره جنش بيعملها كتير في ضربات الجزاء، وعلى فكره ولا حد بيعده، على فكره في سبب، ولا حد بيستوقفه، في سبب ده اخر لاعاده الضربه، لعبت الزمالك دخلت. لا هو كمان الخطا الفادح اللي استفاد منه انك انت كده المسافه غير قانونيه، الحارس يلتزم الوقوف على خط المرمى. اتفضلوا شوفوا دلوقتي والكره ما اتلعبتش، هو قدام قد ايه، لهذا جنش يبرع في ضربات الجزاء لانه بياخد خطوتين بيضايق عليك الزاويه، خمسه لعيبه داخلين قدام الحكم وهو شايف بعينيه ان الحارس قبل ما لاعب الانتاج الحربي ياخد اللعبه بره الخط بقد ايه، وبتعدي عشان في مجاملات للاهلي. شفتوا ازاي؟ طيب الثانيه اللي بعديها مباراه الزمالك والجونه قبل تسديد الضربه، اهي شوف برضو نفس الحكايه، اتفضل شوف جنش فين، الكوره لسه ما اتلمستش، القانون بيقول ولاعيبه الزمالك، ولاعيب الزمالك شايف يا راجل في كل اسباب اعاده الضربه، كان اللي قدام الحكم ده هو القانون بيقول لك مساوي للي بيلعبها، بص بص مساوي للي بيلعبها تقريبا جنبه يا سيدي، اللعيبه قدام الحكم يا استاذ ابراهيم، هما بيعملوا في هذا خطا صوره متكرره، بيكرروها ليه؟ لاطمئنانهم ان الحكام مش هيعيدوا ضربات الجزاء لو جنش صدها بالظبط. يعني بص للراجل هيلعب معاه الضربه وهو التاني اهو، هو اللي استفاد منها اللاعب اللي تداخل الاقرب للكوره، هو اللي انقذها، ما اداش حتى اللاعب الحق القانوني للاعب اخذ الضربه انه يتمكن منها وقدام الحكم. بس عارفين في مجاملات للاهلي. طيب وضع الاهلي اتقال برضو من الحاجات المضحكات، مع الاهلي ليه ما لعبش في الدوري والجونه والترجي بيلعب في تونس وقت ما الاهلي كان عنده مباراه مع الوصل الاماراتي، وكان الاهلي كان لازم يلعب مع الوصل الاماراتي وفي الدوري كمان بالمره. الكلام ده استفز زميلنا احمد اسامه فعمل على قناه اليوتيوب مقارنه بين هذا الوضع وذاك، نشوفه. وليس وصيف الاعلام الزملكاوي في الظروف العاديه سواء المرئي او المسموع او المقروء او حتى بجهات الزمالك على صفحات التواصل الاجتماعي، واللي كان صرح امير مرتضى منصور ان تقريبا الاداره هي اللي بتوجهها، بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يعرقلوا مسيره النادي الاهلي، فما بالك بعد خساره بطوله كبيره، ايه اللي ممكن يعملوه؟ بالفعل اتوحدوا جميعا في الضغط على اتحاد الكره المصري من اجل ضغط مباريات النادي الاهلي المؤجله، رافعين الشعار المعتاد اشمعنى النادي الاهلي. اتفضل. انت عارف القرار دي كان مشارك في نفس مجموعه النادي الاهلي. تمام. كان مشارك في نفس مجموعه النادي الاهلي، تمام؟ تمام. وحتى النادي الاهلي طلع اول مجموعته والترجي الثاني. صحيح. والنادي الترجي كان مشارك في البطوله العربيه ولعب على الاتحاد السكندري رايح جاي. تمام؟ تمام. الترجي خد بطوله افريقيا. والاهلي لم يحصل على بطوله افريقيا. صحيح. تمام؟ اتحاد الكره التونسي اجل ثلاث ماتشات فقط ل الترجي. منهم مباراه اتلعبت امبارح قبل ماتش المنتخب بيومين. صحيح، وكسب فيها ثلاثة. بقى عنده ماتشين مؤجلين فقط. صحيح. تمام؟ ايه اللي وصل ان احنا نأجل 9 لقاءات وكاس مصر، يعني انت بتتكلم في 10 لقاءات. ايه اللي وصل ده؟ هل كان هناك داعي للتأجيل بعض المباريات؟ لا. كان ممكن بدل ما يبقوا 9 يبقوا 4. صحيح. تمام؟ لكن حرصا من اتحاد الكره المصري على توفير افضل
صوت الراحه للنادي الاهلي. ممكن مثلا ماتش بعد اسبوع ما لعبش، ماتش بعد 8 ايام ما لعبش، وده اللي كان بيحصل. ده طبعا جزء من مداخله الكابتن خالد الغندور، واللي متابع كويس عارف ان كابتن خالد الغندور ما هو الا مردد لكل ما يتم تناوله على بيجيات الزمالك في صفحات التواصل الاجتماعي. كابتن خالد الغندور دايما بيحاول يطرح الاسئله ودايما بيحاول يعقد المقارنات، والمره دي عامل مقارنه مع الترجي التونسي ظنا منه ان المقارنه منطقيه. النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا، نادي الترجي وصل نهائي افريقيا، النادي الاهلي له 9 مؤجلات، نادي الترجي له 3 مؤجلات، اذا في مجاملات تمت لصالح النادي الاهلي. او السؤال الطبيعي، اشمعنى الاهلي 9 مؤجلات في حين ان الترجي التونسي كان له 3 مؤجلات فقط لا غير؟ السؤال بصراحه يبدو منطقي للوهله الاولى، ولكن الاجابه عليه محتاجه انك تكون بتبحث وانك تكون على الاقل بتحاول تفهم ليه الترجي لعب 3 مؤجلات فقط لا غير. لان ببساطه الترجي او الدوري التونسي بدا في 22/8/2018، يعني بعد بدايه الدوري المصري بثلاث اسابيع اللي بدا بتاريخ 31/7/2018. ومش ده المهم، المهم ان حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018 وهو نهائي دوري ابطال افريقيا، الدوري التونسي اتلعب منه 7 جولات فقط لا غير. فبديهي جدا لما الترجي اتاجل له 3 مباريات هو اكيد اتاجل له 50% تقريبا من المباريات اللي كان المفروض يلعبها، على عكس الدوري المصري اللي اتلعب منه 14 اسبوع، النادي الاهلي لعب منهم 6 اسابيع. فبالتالي بديهي ايضا نسبه وتناسب ان النادي الاهلي يتاجل له 8 مباريات، اذا وضعنا في الاعتبار ان النادي الاهلي لعب مع الوصل مرات مباراه الذهاب، ودي كانت مباراه اكثر من مباريات الترجي في البطوله العربيه. لكن ده بيجرنا للطرح اللي كمان اتطرح في الحلقه، هو ليه النادي الاهلي او ليه اتحاد الكره ما حاولش يضغط بعض المباريات للنادي الاهلي وهو بيلعب بطوله افريقيا بحيث يقلل عدد المؤجلات بعد البطوله عن 9 او 8. ده طبعا هيجرنا لدراسه الفتره الزمنيه من بدايه الدوري لنهايه دوري ابطال افريقيا، يعني من 31/7/2018 وحتى 9 نوفمبر 2018، تقريبا 100 يوم في تداخل بين الدوري العام ودوري ابطال افريقيا. لو حسبنا عدد مباريات الاهلي في الفتره دي هنلاقيهم 18 مباراه، ولو ضفنا ليهم مباراه تاونشيب اللي اتلعبت قبل الدوري بيومين فقط لا غير بتاريخ 28/7/2018، يصبح النادي الاهلي لعب تقريبا في 102 يوم 19 مباراه. قبل ما توصل للمعدل انت قارنت بالترجي التونسي، فتعال انا كمان اقول لك مباراه الترجي التونسي في نفس الفتره من 28/7 ومباراه كامبالا سيتي في دور المجموعات وحتى نهائي دوري ابطال افريقيا تاريخ 9 نوفمبر 2018، هتكتشف ان الترجي التونسي لعب 15 مباراه، يعني اقل من النادي الاهلي بعدد 4 مباريات. يعني حتى لما لعب الثلاث مؤجلات بتوعه ما كانش قدر يوصل للعدد اللي لعبه النادي الاهلي في الفتره من بدايه الدوري المصري حتى نهايه دوري ابطال افريقيا، وده بمؤشر يؤكد ان الاهلي لم يكن بيلعب بنفس الاريحيه اللي لعب بيها الترجي بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا احنا ليه بنجيب شبابنا المعني بالإحصائيات والمعني بالحقائق؟ نتمنى ان يبقى في اكتر من حد عنده هذا الاسلوب الموضوعي، وانه يعني يدق، يعني ينقب داخل الأحداث ويستخرج الحقائق ويرد بيها. ونوعدكم ان كل ما يستحق النشر سوف ننشره بمنتهى البساطه، لان انتوا الجيش القادم للدفاع عن النادي الاهلي، ودوركم ينبغي ان يكون يعني واضح، لان التاريخ قد يعبث به فانتم المؤرخون. طيب احنا بنرد على جزئيه اصله لجنه اتحاد الكوره، لجنه الحكام ولجنه المسابقات بيجاملوا الاهلي. لجنه الحكام عرفنا لجنه الحكام جاملت الاهلي ازاي السنه دي، فانه عملت كل اللي انتم شفتوه للزمالك، بس عملت كمان حاجه للاهلي اعتقد محدش ينساها ابدا. فاكرين الاهلي والانتاج الحربي؟ فاكرين الحكم الخامس اللي كان ناقص ينزل يلعب الكوره؟ فاكرين الحكم وهو قصاد اللعبه وحط الصفاره في بقه؟ اهي اتفضلوا. ده علشان لجنه الحكام بتجامل الاهلي. ومين هو؟ ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين أهي. العظيم ابراهيم اتفضلوا. نور الدين اتفضلوا، ايد ورجل وظهر وكتف وجايبه،
وابراهيم نور الدين جاري وحط صفاره في بقه وهي وهيصفر، لكن شيئا ما منعه هو ايه يعني بعد ابراهيم نور الدين اللي حسب دفعه كهربا للمدافع ومن بره حسبها ضربه جزاء، هو نفسه ابراهيم نور الدين اللي ما حسبش دي. شفتوا لجنه الحكام ايه المجاملات دي بتجامل الاهلي ازاي؟ طب لجنه المسابقات بتجامل الاهلي ازاي؟ قال لك موسم السنه دي اتحاد الكوره ولجنه المسابقات والحاج عامر حسين مظبطين جدول ازاي يا عم؟ حاطين للاهلي المباريات الضعيفه بترتيبها المعين، وحاطين المباريات القويه فيما بعد يناير. احمد اسامه زميلنا استفزته برضو النغمه او اللبانه اللي اتكررت كتير، فعمل مقارنه بين اللي حصل مع الاهلي هذا الموسم في المشاركه الافريقيه واللي حصل نفسه مع الزمالك في موسم 2016-2017 بنفس الظروف. الجدول اتظبط ازاي؟ هل لعب الزمالك مؤجلاته بالترتيب ولا ساعتها اتعمل ايه للزمالك مجامله للاهلي؟ نشوف. الغريب لو انت قارنت مباريات النادي الاهلي في الفتره دي مع مباريات الزمالك اللي ما شاركش في دوري ابطال افريقيا، او بمعنى ادق اللي لما شارك في الكونفدراليه خرج من الدور ال 32 على ايد فريق ولايه ادتشا، هتلاقي ان الزمالك لعب 17 مباراه، يعني اقل من النادي الاهلي بمباراتين وهو مش بيشارك في افريقيا. هل يتم عقاب النادي الاهلي ان هو بيوصل لنهائي افريقيا وبيرفع لواء الكره المصريه في افريقيا مقابل اريحيه للفرق اللي بتخرج من دور ال 32 سواء الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا؟ طبعا كلام مش منطقي، لكن كابتن خالد الغندور كان عايز يوصل لمقارنه ثانيه خالص. تعالوا نسمع قال ايه. فاهم قصدي؟ في المقابل انت استاذ محمد شرقاوي بيقول للزمالك، الزمالك تم تاجيل كم مباراه ليه؟ ثلاثه تقريبا على ما اتذكر، اربع مباريات تم تاجيلهم لنادي الزمالك. وخد بالك نادي الزمالك كان في ذاك الوقت لا يمتلك الا 14 او 15 لاعب مقيدين في افريقيا. صحيح صحيح. تمام؟ 15 وبالتالي كان 15 يا كابتن الادهى ان انا اريح اللعيبه اللي هو عندك 15 14 اللي هيتعور اللي هيتصاب سلام عليكم. صحيح. تمام؟ فساعتها كمان نادي الزمالك طلب تاجيل مباراه نصر للتعدين، تم رفض المقترح. طيب تحويل الماتش من اسوان لمصر تم رفض ايضا المقترح في ذاك الوقت انا فاكر. صحيح. وحصل ان الزمالك لعب المباراه النهائيه وخسر. ايوه هو ده الموضوع يا كابتن خالد اللي انت عاوز توصل له. سيبك بقى من الترجي التونسي له كان مؤجل ولعب كام مباراه من المؤجلات ولعب بدوليين ولا بدون دوليين، هو ده الموضوع. المقارنه الاساسيه عندك ليه الزمالك لما وصل نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 اتاجل له اربع ماتشات بس، في المقابل النادي الاهلي اتاجل له تسع مباريات بس؟ عارف الاجابه على السؤال ده كابتن خالد؟ سبع اجابات او سبع اسباب هتخليك تعرف ليه الزمالك اتاجل له اربع مباريات والنادي الاهلي اتاجل له ثمان مباريات. اول سبب او اول حاجه هو ان الدوري المصري موسم 2016-2017 بدا بتاريخ 15 سبتمبر 2016، في حين الدوري المصري في 2018 بدا 31/7/2018، يعني شهر ونص تقريبا فرق بين بدايه دوري 2016 ودوري 2018. اثنين او السبب الثاني، نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 بين الزمالك وصن داونز ماتش العوده اتلعب بتاريخ 23 اكتوبر 2016، في حين ماتش العوده في 2018 بين الاهلي والترجي اتلعب بتاريخ 9 نوفمبر 2018. يعني الفتره او الحقبه الزمنيه اللي كان فيها تداخل مباريات الدوري العام مع دوري ابطال افريقيا 2016 كانت من 15 سبتمبر 2016 حتى تاريخ 23 اكتوبر 2016، يعني 38 يوم، على عكس النادي الاهلي او على عكس 2018 كانت الفتره من 31/7 حتى 9/11، يعني حوالي 100 او 102 يوم فتره تداخل الدوري مع بطوله دوري ابطال افريقيا. في خلال 38 يوم انت تاجل ليك اربع مباريات وكان كل 10 ايام بمباراه، يبقى البديهي والطبيعي لما تكون فتره التداخل في 2018 فوق ال 100 يوم يبقى لو النادي الاهلي تاجل له 10 مباريات شيء مش كبير. ثلاثة أو السبب الثالث، إن حتى تاريخ 23 أكتوبر 2016 اتلعب من الدوري العام وقتها
خمس أسابيع فقط لغير، على عكس تاريخ 9 نوفمبر 2018 كانت لعب من الدوري العام 14 أسبوع. متخيل أنت تأجل لك كم مباراة من الخمس مباريات؟ تأجل لك أربعة، والمباراة الوحيدة اللي أنت لعبتها اللي هي مباراة النصر للتعدين حضرتك بتشتكي اتحاد الكرة أن هو خلاك تلعبها، وبتقول ما ساعدش الزمالك أن هو يلعب بأريحية النهائي، مع أن تاريخ المباراة 29 سبتمبر 2016 وبداية النهائي أو ذهاب النهائي كان تاريخ 15 أكتوبر 2016. يعني قدامك أكتر من أسبوعين على مباراة النهائي، ومع ذلك بتشتكي من مباراة وحيدة لعبتها من أصل خمس مباريات، وجاي بتتكلم عن نادي الأهلي ليه متأجل له 8 مباريات؟ أربعة، بعد بداية الدوري المصري موسم 2016-2017 الزمالك لعب 4 مباريات فقط لغير في دوري أبطال أفريقيا، وهما الدور قبل النهائي والدور النهائي، ماتشين قدام الوداد وماتشين قدام صن داونز، اتأجل لك قصادهم 4 مباريات. على عكس النادي الأهلي بعد بداية الدوري في 2018 لعب 9 مباريات أفريقية، منهم 5 خارج ملعبه، 3 في دوري المجموعات و6 في الأدوار الإقصائية. فأنت لو تأجل لك 4 مباريات قصاد 4 مباريات لعبتهم في أفريقيا، فبديهي جدا أن النادي الأهلي يتأجل له 9 مباريات قصاد 9 مباريات لعبهم في دوري أبطال أفريقيا. 5، في 2016 ما كانش في بطولة عربية بتتعرض مبارياتها أو مواعيدها مع دوري أبطال أفريقيا أو الدوري العام، على عكس 2018 اللي النادي الأهلي لعب فيه 3 مباريات، ماتشين مع النجمة ذهاب وإياب وماتش مع الوصل في القاهرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي الثلاث مباريات دولت محتاجين قصادهم 3 مباريات تتأجلوا من الدوري، لو ضفناهم على 9 الأفريقيين يعني النادي الأهلي لعب 12 مباراة خارجية، يعني لو كانت تأجلوا 12 مباراة في الدوري كان هيبقى الأمر طبيعي، بما أنك في 2016 لما لعبت 4 مباريات بس في أفريقيا يتأجل لك قصادهم 4 مباريات. مانويل جوزيه، في 2016 بطولة كاس مصر اتلعبت بتاريخ فبراير 2017، يعني بعد 4 شهور من نهاية دوري أبطال أفريقيا، على عكس 2018 مسابقة الكأس بدأت ودوري أبطال أفريقيا شغال والنادي الأهلي لعب مباراة مع نادي الترسانة. 7، في 2016 في الوقت اللي انت كنت بتشارك فيه في دوري أبطال أفريقيا منتخب مصر لعب مباراة واحدة دولية قدام الكونغو وكسب 2-1، على عكس 2018 منتخب مصر لعب 3 مباريات، واحدة قدام النيجر واثنين قدام سوانزي ذهابا وإيابا، يعني حتى التوقفات أو المشاركات الدولية كانت 3 أضعاف مشاركاتك المشاركات الدولية في 2016. والله بنحيي أحمد أسامة، بس ما تتعبش بالك وما تدوش دماغك. لا يدوش دماغ ده إيه ده؟ هي لجنة المسابقات بالجامل الأهلي بعد كل الأسباب دي يتعب ويقدم الحقيقة، لأن هيسيبوا كل ده وهيبتدوا يهاجمونا وهيبتدوا يهاجموا، مش هيهاجموا الموضوع، عمر ما حد هيهاجم المواضيع التي تبحث، إنما الأشخاص، عكس برنامجنا إحنا بنشوف المواضيع. هتيجي تقول لي هو حد يعني بيعتمد على الفيديوهات؟ بنعتمد على الحقيقة أينما كانت، هنجيبها طالما إنها حقيقة ومدعمة بالأسانيد ولا يعني طيب. الأدلة لازم هنتكلم فيها. بص يعني شوارب بدأها بسرعة، بس هي يا ريت يا شوارب تعال لنا أنت، لو اتكلمت في التحكيم واتكلمت في المسابقات أوكي، واضح الحقيقة فيما يخص المباريات وقرارات الحكام، والناس مشغولة مع الأهلي ومع الترجي ومع الماتشات وأفريقيا والخناقات والسوشيال ميديا، والمجاملات شغالة على ودنه بالشكل اللي انتوا شفتوه، وما كانش رأينا فيه، كان رأي خبراء التحكيم في الاستوديوهات المختلفة. لكن كمان الملاحظ حتى من الناحية الفنية، ماشي الزمالك عنده نتائج، عنده لعيبة كويسة جدا، عنده لعيبة كويسة جدا، خلينا نبقى صراحة وموضوعيين، بس التضخيم في المستوى الفني والأداء في بعض المباريات بيجافي الحقيقة. انت بتوقف الناس على ثقة وعلى رجليها، ما بين ان انت عايز تدعم ناس بثقة في مقابل انك بتكسر في مجاديف ناس تانية. بالظبط هي كده، وده الهدف اللي اتقال في التسريبة اياها، الناس اتظبطت وكله قبض، وقت ما هيقعوا هنبدأ الشغل، هتبدأ الشغل بالحملات اللي انتوا لامسينها وشايفينها، يستغلوا غضب الجمهور، يستغلوا ناس بتحب الأهلي بجد حزينة فيتنفخ في مشاعرها زيادة قوي لغاية ان الناس فعلا تجي لها حالات صعبة صحيا، هو ده استغلال اللحظة. الكلام ده كان التسريبة دي كان تاريخ الفيديو بتاعها او تاريخ
التوقيت التداول بتاعها يوم 24/11 يعني قبل ماتش المقاولين باربع ايام او بثلاث ايام، فاستغلال الفرصه عشان تنقض واللي انتوا شفتوه في الايام اللي فاتت. انت ما بين عايز تهد ثقه فرقه وتضغط على جمهورها وتضلم الليله وتعلي التانية وتعلي التانية حتى لو الخصم اللي ضده بيلعب كويس، الخصم اللي ضده بيلعب كويس. استوديوهات التحليل ما حدش يتكلم على فريق دجله باداء محترم، اداء محترم بنحييه عليه قدام الزمالك، وخسر وشفتوا شكل التحكيم كان عامل ازاي، ما تحسبلوش ضربه جزاء. من اللقطات الفنيه المهمه في مباراه الزمالك ودجله انه تقريبا دجله عمل الرقم القياسي في عدد النقلات فيما بينهم، 50 نقله متتاليه بين لعيب الدجله، ومحدش يتكلم على مستوى فني، ومحدش ادى الفريق التاني ده حقه. لا، انت كان كل هدفك ازاي تاكد ان التاني في افضل حالاته، وتقريبا توجوه بطل للدوري مع الاسابيع الاولى. اتفضلوا وتابعوا العداد هتلاقوا 50 نقله بالظبط انتهت بهجمه خطر و يعني متتاليه ومحدش يتكلم. العداد على الشاشه اهو. اتفضلوا. وهيوصل لهنا وهيرجع تاني، يعني تدوير للملعب اهي استراتيجي، في سياسه. هو مش بيعملها من منطلق ضعف، ده بيعملها من منطلق تطبيق اسلوب لعب. بالظبط. هو المدرب اليوناني انت اكتر حاجه اشرت ليها فعلا حرصه على ان هو يمتلك الملعب بتمريرات زي كده. لما اللعيبه اتعودت، هو في الاول دفع الثمن. وده اللي يعني اللي الناس لازم تفهمه، ما نقدرش كل الفرق الكبيره تلعب بالاسلوب كان ممكن ده. يتقال لي ما هم بيلعبوا في نص ملعبهم، هيوصل لغايه المرمى بهجمه خطر وبرضه من غير ما حد من الزمالك يلمس الكوره، 50 نقله. عارفين يعني ايه 50 نقله؟ استغرقت شوارب بيقول لي الثلاث دقائق، يعني الثلاث دقائق وفريق مسيطر ومستحوذ لوحده، ما لقاش حد يقول برافو لقدام اهي. ها اتفضل. ولا حد اتكلم على فين الضغط، ولا حد اتكلم الفريق التاني اللي بيعمل كل اللي هو عايزه. تلاتة وتلاتين، اربعة وتلاتين. لا يعني هل ده يعني انت لو انت ما تعرفش اسامي الفرق وبتتفرج كاجنبي هتقول ايه الفرقه دي؟ ازاي الماتش ده الفيديو ده يا جماعه رساله للاعلام في جزئيه الاعلام لما عايز يعلي فرقه ويوقع فرقه. شفتوا الحملات المنظمه ماشيه ازاي؟ ما بنقولش ان الاهلي كويس وما بنقولش ان الزمالك وحش، بس بنقول ان في حقيقه فنيه ما بتتقالش، وفي اغراض لهدم ثقه فريق والتجاوز على فريق تاني والتهويل الكبير من المستوى، التغاضي عن اخطاء حكام، التغاضي عن ضربات جزاء وهي بتتسدد شفتوها باخطاء ازاي، والتغاضي حتى عن المستوى الفني للفرق المنافسه لمجرد ان انت تقول الفريق التاني ده احسن فريق موجود وان هو بيحقق بانتصار. محدش اللي بيتكلم لا على اخطاء حكام ولا ضربات جزاء ولا فاولات ولا تفاصيل في اثناء اللعب. اذا كنا اختصرنا المساله في بعض الفيديوهات في ضربات جزاء او اخطاء تسلل، لا اثناء اللعب نفسه حاجات كتيره قوي الحكام بيعدوها لمجرد الموجه العامه ماشيه ازاي، اتجاهات الريح ماشي ازاي. اهي في الدقيقه اهي هتنتهي ب 50 بهجمه وتصويبه وبره الملعب في منتهى الخطوره، يعني انتهت بخطوره بالظبط، هدف استراتيجي بيسعى له المدرب. لماذا لا يحيى مثل هذا الفريق؟ ولماذا نقعد يعني مش هنفضل نقول لماذا، لان احنا مش عايزين نوصل للحاله دي. احنا عايزين نتكلم بقى، واخد بالك، احنا بس بنقول عشان الناس اللي عايزه تزيف الحقيقه وتغير الحقيقه. ها يعني الكلام كان بادئ بما قاله الزميل العزيز الشرقاوي عن مجاملات متوقعه للنادي الاهلي وظلم متوقع للنادي الزمالك، واشمعنا وايدوا فيها الكابتن خالد الغندور، اشمعنا لعب المؤجلات. اعتقد ان الكلام اللي قاله
أسامة كان كلام يعني موضوعي جدا. عدي سبع أسباب، حد يناقشه في السبع أسباب؟ ده اللي احنا بنقوله، احنا نفسنا فعلا الناس لما تختلف معانا تختلف في الموضوع، تناقشنا في اللي بيتقال، ايه مدى صحة هذه المسائل بشكل موضوعي. لكن عايزين تغلطوا، ما هو يعني في النهاية ده أسلوب العاجز، ومش هنكون أبدا عاجزين إلا عن الشكر. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل اشتد أزمة تنفرج بإذن الله. واسمعوا، اختلفت الأسامي والأهلي في موقعه، بطولة ايه اللي ممكن يخسرها توقعه؟ هنعمل اللا ممكن وعلمنا هنرفعه. فتح عينك وفوق وبص على الفروق، الاهلي عالي فوق، اهلاوي ومهما يحصل للموت هشجعه، للموت هشجعه. يا عم ما جيب، ربنا ما جيبش ده الشاعر الغنائي الكبير ايمن بهجت قمر يا باشمهندس. ربنا ما يجيبش لا هو كاتب كده بعد اذنك. ما هو ده نص التويتر. هو انا يا استاذ ابراهيم هذا الشاعر استاذ ابراهيم جرى لك ايه؟ طب اما امال اقول لك تعليق تروح على هو كاتب كده، وانا عارف ان انت بتالفها، انت بتقراها وهي قدامها. لا عشان ظهرت على الشاشه. طيب ما انا عارف، انا بقول لك مش مع فكره التشجيع لدرجه الموت شويه. مقفول منها من يوم ما بقت حقيقه. يعني من يوم ما بقت حقيقه فكره لا احنا نشجع النادي الاهلي، ها ليحيا النادي الاهلي دائما. طيب هذه ايمن بهجت قمر مهاجم عبقري طبعا. هذا التويته العميقه العبقريه اللي كلها احساس من ايمن بهجت قمر الشاعر الغنائي الكبير، بتفكرنا بالشاعر الاندلسي محمد بن يوسف التلمساني اللي قال: اشتد يا ازمه تنفرجي، قد اذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حين يغشاه ابو السرج. اشتدي ازمه تنفرجي، تويته اندلسيه قديمه. باذن الله كل ما حدث من هزات وكبوات يتخطاها الاهلي، لانه التاريخ بيقول كده. ده قيمته وده قوته ودي قدرته وده اخلاص القائمين عليه وابنائه، وده وعي جمهوره دايما باذن الله. عايز تقول حاجه بعد قبل ما نشوف راي الشيخ طه؟ لا ما هو الكلام العبقري اللي اتقال سواء من الشاعر الاندلسي او من ايمن بهجت قمر بيلخص الحال، بيلخص ان احنا باذن الله سنتفادى الكبوات، وان كل الازمات اذا اتعاملت معاها بدون انكارها ودون انكار انها موجوده، بس تتعامل بشكل موضوعي وتثق في قدراتك على العلاج وتسعى اليه باخلاص وبوحده وبعمل جماعي، لازم هتحقق نجاح باذن الله. بعد هزيمه الاهلي من المقاولين، من المهم ان احنا نشوف بعض الاراء، لانه خلينا نبقى اكثر صراحه، الاراء الفنيه ليها دورها وليها ثمنها. ما احناش كما النعامه، لا مش هندفن راسنا في التراب، هنتعرض لكل النقد اللي حصل، ونشوف الناس الخبيره بتحط ايديها على مواطن الخلل فين، عسى ان نتلمس معها الطريق. راي الدكتور طه اسماعيل في قناه اون سبورت. طيب ده الشيخ طه، وطبعا الشيخ طه كان متاثر جدا زيه زينا. الحقيقه الواحد ما بقاش عارف يعلق يقول ايه. يعني لا انت شايف بتتفرج على الماتش، ارهاصات انك ممكن تخسر جت يمكن في النص الثاني من الشوط الثاني. بدات الخطوره، حتى في كوره اللي راح طاهر محمد طاهر حطها واكرامي بصوابعه كده لمسها وداها في العارضه، الكوره دي اتقطعت بشكل غريب جدا. الكوره معانا والالتحام ملوش معنى ان الكوره دي تتقطع، والاستسلام وانك اللاعب يقف ويسيب اللاعب يكمل من غير ما يجري وراه بقى بسرعه زي ما كان بيحصل مننا عشان يرجع يجيبها تاني. هو ده اللي ادالك احساس بالخطوره، ان لا ده في خطر من الكرات الطويله كمان ورا دفاع الاهلي. طيب ايمن يونس بقى رايه ايه؟ باشمهندس، هو كابتن ايمن يونس قال حته في الاول لعلها ليها علاقه باللي احنا بنقوله من بدري، الثقه.
بس هو انا بس شوف هو عمل تلخيص جيد جدا 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 وتوضيح وتفسير عميق للمباراة. بس هو رتب في البداية أداء سيء مع أزمة ثقة. أنا برتبها أزمة ثقة وأداء سيء. لأن أو ده سبب لده. لأن الثقة هي 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 سبب إن أنا أصبحت بس إيه منشغل باللي سحب. لكن أنا ضد فكرة إن ما كانش في فرص. كان في فرص ولكن ما كانش موجود الشخص في المكان المناسب انه يحط الكور الكثيرة العرضية. طب هو اسألك سؤال، اصابة صلاح محسن جت نتيجة ايه؟ ما هي كرة عرضية وهو حاول اهي اهي اهي. لا هي دي ولا هي دي هي دي اهي ادي. والولد حاسب نفسه. طب وانت محتاجه جدا لانه ده هو. شوف اتنين اللي يقدروا يعملوا لك الاندفاع دي هو اسلام محارب. اسلام محارب بعيدا عن هذه المنطقه وهو اللي كان معول عليه يعمل الكلام ده. كل دي كور عرضيه. يعني انا ما اقدرش الوم الاطراف في المباراه دي بصراحه، خاصه في الشوط الاول، انك انت كان ممكن جدا لو في تواجد حد، يعني انا متخيل ازارو لو موجود كان يستطيع. ناصر ماهر اجتهد وعمل حاجات كويسه في المباراة دي. حتى الأداء الفردي حط تحت دي 10 خطوط لأحمد الشيخ كان أداء يعني بيعبر عن مهاراته وبيعبر عن خطورته. لكن خلاص الماتش يعني هو زي ما الكابتن أيمن قال، مع مرور الوقت بدأ يصدر لك الإيه الإحساس إن أنت مش هتجيب جول. وأصبح العبء على وليد سليمان وحسام عاشور عبء مش منطقي. الله، انا اللي هصنع اللعب ولا انا اللي هفتح اللعب ولا انا اللي هجيب الجول؟ هدافع كمان ده ولا انا هجيب الجول؟ ده بالنسبه لوليد سليمان. طيب انا بالنسبه لحسام عاشور، الله، والملعب يعني انا يعني المساحات بقت ده ناصر ماهر مثلا المساحات بقت كبيره عليهم قوي. لا الاهلي كان يعني يسعى الى ان احبط في اخر ربع ساعه. ولذلك الجون جه على فكره قبل الجون ده احمد علي جات له نفس الكوره. جه وقفها لمست ايده. فانت كان في ارهاصه يعني ان في حاجه. الكوره دي اتقطعت ازاي من نص الملعب؟ عايزين نشوفها من الاول. تعرف تجيبها لنا تاني يا شوارب؟ من الاول شوف الكوره دي اتقطعت. جيب لنا الكوره دي عشان تشوف. هيجيبها؟ لا هو لسه ما جابهاش. الكرة دي اتقطع يا استاذ ابراهيم. لا هاتها من ساعة ما اتقطعت. من ساعة ما ارجع ورا سنة. اتقطعت من نصر ماهر. يعني ده دليل احباط، اتقطعت بشكل محبط. يعني مش ده الاهلي اللي اللعيب تتقطع منه كرة ما يحاولش يستردها. مجرد ما بتدبدب ورا اللعيب انت بتحطه في تسرع، انما ما تحطوش في اريحيه انه يلعب الكره ويفكر ويقدر عنده اختيار واثنين وثلاثه. الماتش ده بيعكس الحاله النفسيه للفرقه بعد الخروج الافريقي والعربي. بس كنا نامل انه ده يكون طوق انك تكسر سلسله، زي ما بنامل ان ماتش بتروجيت نكسر السلسله دي بقى، تخرج من الحاله دي، اكسرها اكسرها، هتسترد بسرعه كيانك وشخصيتك. طيب هل المقاولين عمل حساب الاهلي ولا فوجئ بحاجه؟ نشوف راي الكابتن حازم امام في اون سبورت. برضو يعني الحقيقه ما بتنبسط لما بتلاقي تحليل موضوعي. هو كابتن حازم وكابتن ايمن في الماتش، كابتن طبعا دكتور طه ادي اللي طلع ادي الكره اللي قصدي عليها. هو ده معقولة الكرة دي؟ اعمل فاول يا سيدي، يعني ارجع اجري. هو استنى، هو انشغل يطالب الحكم، هو الظاهر انه اتدفع. بص يعني حوار مع الحكم فين؟ ما تنشغلش بحاجة. خلي بالك انا مشفق جدا كنت على اللعيبة الجديدة الثلاثي ناصر ماهر كريم ندفد. لا ندفد انا مطمن عليه في الفترة الأخرانية، لأن الحقيقة حالته البدنية والمعنوية والنفسية بيقاتل وده يعني اعمل اللي عليك. ابتدى يبقى عنده قبول من ناحية الجمهور حتى.
وبعدين زي ما كابتن حازم دلوقتي قال لك كان مصدر الخطوره الشوط الثاني لكن الشيخ وناصر وشريف الثلاثي ده اجتهد جدا، وشريف ضاعت منه فرصه هدي التوتر بعينه اللي جات له على الهد، هو نط بدري فاضطر يوطي الكوره، انما هو لو واقف بقى بثقه كده استنى الكوره كان لوحده هيقدر يضربها في توقيت مناسب بالقوه اللازمه تيجي جون ما تجيش جون بقى ده موضوع تاني، لكن شوف الكره نط بدري يعني هو وكان لوحده، يعني هل كان ممكن ياخدها على صدره؟ لا ممكن ياخدها بالهد، لو في ثقه شويه هياخدها على صدره، بس طبعا الحاله لا او ما ينطش بدري او هو كان سابقها ما تعرفش، في وقفه غلط خليته لعب كره بشكل غريب. هو احسن من كده، ما يسمحش بكده، هو يعني احسن من كده، اقرب لصدره اقرب لصدره. اللي انا عايز اقوله ايه في الاخر، اللعيبه دي جاءت من بعيد، ما كانش يعني مش من العدل تقييمهم كما لانهم في احسن حالاتهم، فهو ادائهم في الماتش ده مرضي. عايز تضيف عليهم كريم نيدفيد ماشي لانه كان نجم الماتش ودي لتاني او تالت ماتش على التوالي يعني، ف وده معناه ايه؟ يعني في قدره، بس قدره مرتبكه صحيح، ازاي تهديها وازاي تخليها تفكر بشكل جماعي؟ لو فكروا بشكل جماعي تعرف، لو قعدنا النقل بقى لازم يبقى له هدف استراتيجي يعني وادي دجله بينقل ينقل وبعدين يبغتك بكره طويله، والاهلي كان بيعمل كان طول عمر الاهلي من النقل له هدف استراتيجي. اصابه ازارو قبل الماتش، اصابه صلاح محسن في اول خمس دقائق اعتقد غيرت حتى في مفاهيم التغيير الاجباري، يعني انت الجهاز لما يلاقي نفسه بيعمل تغيير اضطراري غير لما عنده بقى ايه التصور الطبيعي في السياق الطبيعي. عماد النحاس لا، انا شايف ان عماد النحاس احترم الاهلي قوي وفكر في سيناريوهات، شعر في لحظه ان هو ده التوقيت ان انا انفذ الشق الهجومي بتاعي وانفذه فضرب ضربته. طيب المباراه فيها مكاسب، وزي ما المهندس عدلي أشار إذا كانت عناصر بدأت تاخد، يعني أحمد الشيخ ياخد وياخد الثقة وياخد الدعم وياخد المساندة عشان يرجع أحمد الشيخ اللي كان هداف الدوري، ده مش كتير عليه وده مش صعب، لكن ياخد الثقة زي بالظبط شريف وزي كريم نيدفيد. كريم نيدفيد في الناشئين مهاجم ناصر، يعني حتى الراجل ناصر حاسس عنده سنة وزن زيادة. ناصر مع الماتشات، ويا ريت كمان احمد حمدي لانه ده المركز أيوة المهم جدا، أيوة الاثنين دول لازم ياخدوا من بعض، وعمار ليه لا، وعمار دي الخامات بتاعه صناع اللعب المهرجيه اللي في الفرقه، دول ان شاء الله اللي يكونوا ورا بعض باستمرار. كريم نيدفيد بقول لكم في الاصل لاعب مهاجم، كابتن بدر رجب هو اللي سماه نيدفيد، واخد بالك، تيمنا بالنجم الكبير نيدفيد، لكن انه تحتاجه هاف ديفندر تلاقيه، تحتاجه باك رايت تلاقيه، وتلاقي رأي الكابتن ضياء السيد فيه في النيل الرياضة أنصفه. طيب المقاولين استحق المكسب، كل الكلام أو استحق الأول التحية الأول يا أستاذ إبراهيم، كل الكلام اللي اتقال المرة دي من استوديوهات التحليل كله صح، كله صح، كله موضوعي وموضوعي، خلي بالك بس كل واحد بيلمس زاوية غير التاني. يعني النهاردة لما الكابتن احمد السقا بيقول لك عبد الظاهر السقا حبيب الاثنين حبايب، عبد الظاهر ده شخصيه رائعه جدا جميل يعني. كنت هتجيبه صح؟ طب ده هو تلاقي عقده معاك. طب والله العظيم اللي هقوله ده صح. بشرفي طبعا، ان هو وهو طالع على المطار بيسالني استنى ولا سافر، خلص اول تجربه وهو طالع ورايح تركيا لاول مره وهو اول مره رايح خالص لان كان الحاج ابراهيم مجاهد كان ماسك فيه ومثبت ودوخني وقلت له مش باين لها انفراج يا عبد الظاهر، وخاف عطلك يعني لو عندك فرصه بقى، فهو الراجل خرج
وبشخصيته دي الموزونه دي قدر يكون كابتن فرقته. صحيح. هي دي مش سهله. لا عمل تجربه هايله. يعني وهو هناك انا معلوماتي انه كان هيجي الاهلي برضه في الاواخر كده. ده كان لعيب اتمناه في النادي الاهلي. بشخصيته بمهارته باخلاصه. انا اعلم انه بيحب النادي الاهلي، لكن هو قال يعني ان الجون لما جه فجر مشاكل. كل المشاكل. يعني انت بتلعب وبتحاول وده اللي حصل يوم الترجي. انت ماشي 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 ماشي، جه الجون الاولاني، الارتباك، الحلول، الدماغ راح منها، التركيز، اللعب الجماعي ضاع، بقت محاولات فرديه. هو كده ده اللي حصل شويه مع الفارق، يعني انك انت امان في جو ضاغط عليك وجو محتقن ضدك وجو فهو ده اللي حصل النادي الاهلي. وده مش بقى شخصيه النادي الاهلي اللي هي العكسيه بقى، يعني بيقول لك كان عندك الوقت تعوض من الدقيقه 80 للدقيقه 85 خلاص 95 ربع ساعه. لو انت حاسس ان انت النادي الاهلي اللي بيهدوا بيفضل ينقل لحد ما يقتنص الفرصه وبعدين يلعبها صح وبعدين الناس متمركزه صح، انما هو اندفاع عصبي حماسي. الكره اللي ضيعها شريف كان في اربعه من النادي الاهلي في الحته دي، في رغبه انك تخلص بس رغبه مش منظمه عشوائيه. فكل الاسباب اللي اتقالت كانت صح، ويا رب الجهاز الفني يضع يعني الجهاز الفني يضع الحلول وهي يعني مش صعبه قوي، واللعيبه قادره بثقتها في نفسها، ما هماش لعيبه صغيرين، فيهم لعيبه على المستوى المهاري الفردي والجماعي يقدروا يعدونا بس من الازمه دي لحد ما ربنا يوصلونا مش بعيد قوي في شهر يناير ان شاء الله عشان الامور تتظبط صح. تتظبط صح. في يناير ربنا يسهل ان شاء الله، مش هزود عن كده. طيب المقاولين استحق لعيبته التحيه، لكن كل التحايا وكل التقدير وكل الاحترام وكل المعاني الجميله في شخص اسمه عماد النحاس. مش بس عامل فرقه عامله العلامه الكامله تقريبا في الماتشات اللي لعبها، اعتقد اربع ماتشات او خمسه، تعادل ماتش وكسب كل الماتشات. مش ده بس، لكن لما الاقي مدرب انا سمعته في الراديو بعد المباراه عنده كل هذا الحب والتقدير والغيره والحسره على الاهلي، شوفوا هتسمعوا كلامه بعد المباراه كان بيتألم قد ايه، بس هو ده نفس الشخص اللي لعب ضد مشاعره وانحاز للعب النظيف، انحاز لمسؤوليته واحترم احترافه واحترم مهمته واحترم شرف المهنه، انه يلعب ضد الاهلي بكل هذا التركيز وبكل هذه الاجاده وبكل هذا الاخلاص ويحقق المكسب وبعد كده يتضايق. ده انت لما تسمعه يتحدث كيف اعد الفريق للمباراه اتكلم على كل شيء متوقع، على التغييرات وعلى التشكيل. انا متوقع فلان هنا هيحصل كذا كذا في الدقيقه كذا، هنغير كذا. طيب فوجئنا ان في تعديل وحيد، لا كنت مجهز سيناريو تاني. اذا هو راجل ما اشتراش دماغه، ما قالش ده ماتش الاهلي وهيبقى ماتش بقى صعب ومحرج لا، هو سعى بقسوة الاحتراف ان يعني انت بتترنح، راح مدي لك البوكس لكن هو زي ما يكون بيضرب نفسه. لكن لم يتوانى، لم يتوانى لان شرف المهنه واحترامه للاهلي، لان الاهلي لا يقبل بغير هذا. بالظبط. ده اللي عمله عماد النحاس، هو اللي عمله علي ماهر السنه اللي فاتت، وهو بيطلع الاهلي مع الاسيوطي وهو مدرب الاسيوطي، يطلع الاهلي من كاس مصر بينما هو مش مكمل مع الاسيوطي، يعني كان اتفق مع سموحه من قبل المباراه لكن احترم راح يلعب الفايت قيمه اللعب النظيف. نسمع الكابتن عماد النحاس اللي له مننا كل التحيه. انا مش هعلق، انا عايزك انت تقول لي سمعت ايه بالظبط، لان اللي سمعته اهم من اللي اتقال ده فيما يخص الاهلي. عماد في الراديو بعد المباراة في إذاعة الشباب الرياضة للكابتن كريم حسن شحاتة والكابتن سامي الشيشيني والكابتن محمد فاروق، لقيته وهم بيباركوله وبيشيدوا باللي عمله، وجه الشكر والتهنئة للاعيبته والإدارة المقاولين إن هم وثقوا فيه
وانتقل للكلام على الاهلي في ثلاث اربع اتجاهات. اللعيبه، اللعيب اللي ما عندوش استعداد يصنع مجد في الاهلي مش هيعمله في اي حته. قال احنا بنبقى ماشيين في الشارع عايشين على المجد اللي عملناه في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما فيش حد مهما كان هو مين، ما حدش فينا كلعيبه في الجيل بتاعنا اضاف للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي اضاف لنا كلنا. حلوه. فقال يا جماعه الاهلي هو اللي بيضيف لاي واحد ينتسب اليه. طبعا. مش العكس ابدا، اي لعيب مهما كان اسمه ومهما كانت قيمته لازم أن يبقى عارف ان ده افضل مكان هيصنع له المجد. وبعد كده وجه للجمهور، لازم تثق في فرقتك، لازم ترجع تساند فرقتك، لازم تبقى عارف ان انت جمهور فريق عظيم بجد. كان كلامه فعلا يخلي اي حد اهلاوي اشعر. لكن قال اما بقيه الناس الشمتانين بقى اللي مفرغين نفسهم وطاقتهم للشماته، انا بقول لهم والله كويس ان ده التمام بتاعكم، ان كنتوا تشمتوا في الاهلي وخلاص، بس عايز اقول لكم حاجه، الاهلي هيفضل دايما وابدا هو الفريق الكبير والفريق العظيم. الكلمه دي يا استاذ ابراهيم الهمتني ان انا احطها في تقديم الحلقه. اقول للشامتين ده تمامكم. بالظبط. انتوا شغالين انكم تشمتوا في سلبيه تحدث للاهلي، لكن لا تصنعوا مجد. ومين قال الاهلي ممكن يرمي الفوطه؟ الاهلي عمره ما كانت عنده فوطه بالمناسبه. الاهلي بينشف عرقه بايده ويرجع يجيب البطوله اللي هو فيها. عمره ما توقف عشان يجفف عرق بطولاته ابدا. الناس اللي فاهمه انه البطوله خلصت يسمعوا راي الكابتن سيد عبد الحفيظ. ما يهمنيش مين بطل الدوري في ديسمبر ولا ايس كريم في ديسمبر، انا يهمني مين بطل الدوري في نهايه الموسم، وهو باذن الرحمن الاهلي. ده كلام سيد عبد الحفيظ. ثقه لها اسبابها. هو شايف حاجه، شايف حاجه طبعا، فهو باني ثقته على حسابات هو شايفها. نتمنى ان تتحقق باذن الله. ده اللي يدعو للتفاؤل، وده اللي يدعو للارتياح، وده اللي يدعو حضراتكم جميعا لاستعادة الثقة في فرقتكم والالتفاف حول ناديكم. الاعداد بيسالني، لازم أنا اسالك في حاجه. اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه منذ قليل مع الكابتن احمد شوبير تحدث عن تلقي المقاصه عدد من العروض لشراء جون انطوي، وقال انه داخل ولا خارج مصر، من ضمن العروض عرض من نادي الزمالك، لكن قال ده يفعل بند ال 500 الف دولار او نص مليون دولار اللي انا معلوماتي انت سديت بيها ثغره خطيره الناس بتتكلم عنها. ايه الموضوع؟ لا انت تذكر احنا قلنا هنا انه ممكن يبقى فيها لعبه. لا انا قلت ان العقد فيه ثغره. ايوه. ان هو بيقول يحق لنادي المقاصه ان يطلب. ايوه. فقلت ده ليس بندا ملزما، فالاهلي يحق له ان يرفض الطلب. وقتها طبعا طلعوا كل الناس وجابوا قوانين وجابوا خبراء وقال لك لا ده ملزم، وطلع ناس من اتحاد الكره بيقول لا المقاصه. أيوة. هياخده من غير ما يدفع اي حاجه. لكن لان الاستاذ او اللواء محمد عبد السلام رجل يعني رجل بيشتغل في المقاصه والبورصه. ايوه. هو محترف قوي. ايوه. فدعاني الى لقاء تكرر يجي ثلاث اربع مرات وناقشنا كل الجوانب القانونيه، وانتهينا انه من مصلحه الجميع ان يعدل العقد. بملحق يضمن للاهلي. استناني، يعني انت بسبب البند ده اللي الحقيقه بمنتهى الدقه المهنيه اللي انت لاحظتها بيها احييت العقد الجديد. او ما هو انت لو انت مش محتاج جديد. لو مش محتاجني مش أيوة. هتسال فيا بالظبط، هتبعت لي 600,000، وساعتها اتقالوا كده 600,000 دولار اللي هم موجودين في العقد هيتحطوا في اتحاد الكوره واخده. انا كان ليا رؤيه ثانيه. لا مش هينفع. ايوه البند مش هو ربما يقول لك انا ايه اللي دخلني في الدوشه دي؟ انا مش هبيعه هنا في مصر. قلت له خلاص اديني ما يفيد ان انت لو بعته تديني نص مليون دولار ثاني. وعملنا يعني ليك 600,000 دولار. ده اللي قيمه. لو دخل مصر بلس، يعني انت بتتكلم في مليون و100 مليون و100 الف دولار، اقصى ما استطعت ان احصل عليه. يعني انا لقيت ان انا لو اشترطت انه ما يتباعش في مصر مش قانوني. طب على الاقل اخد اموال اضافيه. طيب
دي يعني زي ما حيينا الكابتن عماد النحاس لازم أن نحيي المهندس سعد بتاعي لا بجد على هذه اليقظة الإدارية اللي فعلا ما تطلعش إلا من خبرة حقيقية. تفسير بند يحيي للأهلي نص مليون دولار، ده أعتقد حتى اللي هو محمد عبد السلام نفسه مع كابتن شوبير اعترف بيه. السبت الأهلي وبتروجيت مباراة مهمة جدا، ماذا ينتظر الأهلي فيها وماذا عن الفريق البترولي الكبير اللي الحقيقة صاحب بصمة مؤثرة وواضحة في الدوري المصري منذ صعوده. اتقال في الفترة اللي فاتت كلام كتير، بيان طلع إدارة بتروجيت تطالب بحكام محايدين، إدارة بتروجيت تتحدث عن اتهامات ضمنية أو اتهامات مبطنة. عشان كده يمكن أنت حضرتك طلبت أن نتواصل مع المهندس محمد فؤاد، أحد أساليب الضرب تحت الحزام مستمرة، المشرف على الكرة في نادي بتروجيت. يا باشمهندس مساء الخير. يا فندم باشمهندس مع حضرتك، مساء النور يا فندم. تحياتي وتحياتي المهندس. أولا آسفين إن سهرناك، بس هي الفقرة يعني كان لازم تيجي في سياقها يعني. ونشكرك على حرصك على التواصل لأن تقول لنا الحقيقة هذا الموضوع الأول. أول حاجة إحنا بنقول ألف سلامة للكابتن محمود الخطيب ويوصل بالسلامة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. رمز من رموز الكرة في مصر يعني. إن شاء الله. الله يسلم حضرتك. إحنا نحب نوضح إن مجلس إدارة بتروجيت نادرا ما يصدر عنه تصريحات. وإحنا في الموضوع ده بالذات ما صدرش عننا أي تصريحات، وبالعكس إحنا كلفنا مدير الكورة. ده قيل إنه مش تصريح، ده قيل إنه بيان. لا ما طلعش اي بيانات، لم يصدر اي بيانات عن مجلس الاداره او عن المركز الاعلامي. وكلفنا بعديها بيوم اول ما الموضوع اثار يعني كابتن حماده انور ان هو يتصل بنفس البرنامج اللي طلع فيه، وطلع فعلا في الراديو كابتن حماده انور وقال بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح ان مجلس اداره بتروجيت لم يصدر عنه اي تصريحات او بيانات تخص الماتش او تخص النادي الاهلي. واحنا يعني احنا مجلس اداره بتروجيت في تعاون مستمر دايما مع النادي الاهلي وعلاقات طيبه. احنا يمكن اخر صفقه بين بتروجيت والاهلي كان كابتن محمد الشناوي، وبتهيألي كان موضوع سلس جدا وكنا متعاونين، ما كانش فيه اي مشكله. سبقها ناصر ماهر كان موجود اعاره عندنا في بتروجيت وكان برضو تعاون مثمر جدا. النهارده الصبح كان في اتصال مع سياده العميد محمد مرجان بخصوص التذاكر والدعوات، وما اعتقدش ان كان في اي مشكله، بالعكس التذاكر وصلت للنادي الاهلي. طلب عدد دعوي العدد الدعوي اللي طلبت من النادي الاهلي وصل في نفس الوقت. فاحنا مجلس اداره متعاون مع اغلب الانديه، ما عندناش مشاكل، نادرا ما بنطلع تصريحات، متعاونين مع اداره الاهلي سواء السابقه او الحاليه. ما يعني ممكن الموضوع ملوش يعني ما يعني الحقيقه انا اشهد بهذا يعني. ناس بتشتغل باحترافيه شديده وناس بتتعامل باحترام، ولا اتصور وانا كنت متاكد ولما اتصلت بحضرتك يعني استطلع الامر كنت سعيد جدا لما اكدت لي ان ده كلام غير حقيقي ومدسوس ويعني من باب العبث في العلاقات. وهو الدليل ان حضرتك الساعه 12 اهي وحريص تطلع وتسهر عشان توضح هذه الحقيقه اللي احنا يعني بنقدر جدا هذا الكلام، وقدر علاقتنا بكل أندية خاصة الأندية اللي بتبادلنا الاحترام. وبإذن الله يعني مزيد من التواصل من أجل كرة القدم وتدعيم العلاقات بيننا وبين بتروجيت وأي نادي تاني. متشكرين جدا فندم، متشكرين. انا اللي بشكرك. مباراة كويسة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس محمد فؤاد المشرف على الكرة في نادي بتروجيت. المباراة هتكون السبت إن شاء الله الساعة 7 في ملعب استاد الجيش في السويس. المباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع. الفرقتين لعبوا قبل كده يا باشمهندس في الدوري 20 مرة، الأهلي فاز في 15 واتعادلوا 5 مرات. بتروجيت ما سبقش ليه الفوز على الأهلي، سجل الأهلي في مرمى بتروجيت 38 هدف، سجل بتروجيت في الأهلي 10 أهداف. الأهلي حقق الفوز 4-0 3 مرات في موسم 2006-2007 و8-9 و2013-2014. هدافه الاهلي في شباك بتروجيت عماد متعب 5 اهداف، وبوتريكا وفلافيو كل منهما 4 اهداف. في كاس مصر الاهلي لعب مع بتروجيت 3 مرات. المدير الفني الحالي للاهلي كابتن محمد يوسف بعد رحيل كارتيرون بالصدفه كان هو السنه الماضيه المدير الفني لبتروجيت، السنه دي
المدير الفني الحالي لبتروجيت مؤمن سليمان اللي حقق معاه الفريق الفوز الاخير على سموحه، كان على طارق يحيى اللي كان قاد بتروجيت منذ بدايه الموسم وواجهه سوء حظ مفارقات الدوري بتاع المدربين عمالت لما راح سموحه حقق الفوز بتروجيت على سموحه. دي مفارقات الدوري ودي مباراه السبت ان شاء الله. وانا بس قبل ما تقفل فيها كل الثقه باذن الله، قبل ما تقفل عايزين كده شبابنا يجمع كل الحاجات المضروبه اللي طلعت على النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت واخطرها، وما زلت اطالب بالحاح ان يحصل تحقيق ويظهر لنا مين اللي زور الجواب او العقد الذي دس على برزنتيشن بالنسبه لمباراه الترجي وماتش الاهلي والتحكيم، والذي كان له اكبر الاثر في موقف الاتحاد الافريقي ضد النادي الاهلي. انت لسه بتسال؟ انا لازم لن يهدأ لي بال لحد ما نتعقب هذا الامر اللي احنا عارفينه بس عايزين نثبته. عايز تعرف وانت اكيد عارف والعارف لا يعرف، اللي زور جواب ايام موضوع الترجي هو اللي اصدر البيان، هو اللي عمل البيان لبتروجيت ونسبه لبتروجيت ورماه على المواقع وفي السوشيال ميديا عشان يطلع مسؤوله بتروجيت ويقولوا فوجئنا بده وده. هل هذا يصدر يعني عننا وده الضرب تحت الحزام زي ما انت اختصرته؟ لكن يبقى جمهور الاهلي زي ما قلت لكم ده حماه وده اللي هيقدر دايما وابدا يحميه، ويحتاج الاهلي دوما يا باشمهندس عوده روح الفانيلا الحمراء. عايزين كلنا نثق في فريقنا، نثق في علاقاتنا وندعمها، كلنا في صف واحد، كلنا ورا الاهلي، محدش يفكر في نفسه خالص، واول ما الاهلي يقف على حيله يبقى يعني يحلها الحلال. ونشوف سيد عبد الحفيظ قال كده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ عامل ايه اما في الجراب يحاول؟ ماذا راى سيد عبد الحفيظ ليقول هذا الكلام؟ دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله، تبقى رجعت روح الفانيلا الحمراء.